بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي، ومباراه مهمه جدا للنادي الاهلي في كاس العالم انديه امام سياتل بطل امريكا في ربع نهائي البطوله اللي بيلعب فيها الكبار وبس، ودايما بتلاقي النادي الاهلي وسط الكبار. مباراه صعبه مهمه جدا، وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، مشوار البطوله الحقيقي يبتدي النهارده، لان عمر النادي الاهلي ما كان بيلعب في الدور التمهيدي، فالمشوار بيبدا النهارده. هنتكلم كتير عن الامور الفنيه، خصوصا ان هي اول مواجهه بين النادي الاهلي وفريق امريكي، واول فريق امريكي كمان بيلعب في كاس العالم للانديه. انما انا مش هتكلم غير عن الاهلي وكاس العالم للانديه زي ما قلت لحضراتكم، لان انا مش فاضي ارد على اي حد، او حد يعني مش عايزين نقول الصغائر، مش عايز اقول كلام لا يليق، مش عايز اقول كلام لا يصح، لان دايما النادي الاهلي ما بيتكلمش بره الملعب، النادي الاهلي رده دايما بيكون جوه الملعب. لكن الحقيقه انا عن نفسي استوقفني بعض التصريحات لعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، هقولها على السريع لان انا مش فاضي ان انا اعلق كتير قوي على الكلام ده. العضو او عضو مجلس الاداره هو ايهاب الكوم، بصراحه تصريحات كارثيه بعيدا عن صحتها او عدم صحتها، الاثنين واحد على فكره بالنسبه له. يعني النادي الاهلي بيمثل مصر وافريقيا في كاس العالم للانديه، وبدل ما بيلاقي المسانده من اتحاد الكوره يخرج علينا ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره بان في ازمه كبيره مع برونو سافيو، وان النادي الاهلي اتخذ قرار بتجميد برونو سافيو وهيبيعه اخر الموسم. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى ان سافيو اعلن التمرد، وان الازمه بين النادي الاهلي وسافيو وصلت لطريق مسدود. اولا قبل كل شيء، التصريحات كلها اكاذيب وشائعات ليها غرض معين بس، ليها غرض معين بس، تهديد استقرار الاهلي. وده وقته؟ طيب ده وقته انت كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، ده وقته بدل ما تساند النادي الاهلي اللي مشرف مصر ورافع رايتها عاليا في كاس العالم للانديه لكره القدم، بدل ما تسانده، بدل ما تايده، وبدل ما تتكلم عليه كويس، عمال تقول على شائعات جوه النادي جوه الفرقه. ده النادي الاهلي الوحيد اللي بيحقق انجازات للكره المصريه في كاس العالم للانديه على مدار مشاركاته الثمانيه، مفيش حد غيره. طيب الماتش اللي فات شفنا بعد الماتش، مش قبل الماتش، بعد الماتش كل الفرقه فرحان، شفنا سافيو وهو بيحتفل مع اللعيبه بعيد ميلاد محمد عبد المنعم، وضحك وهزار وكل مبسوط. طيب انتوا شفتوا سافيو حضراتكم وهو زعلان ومتمرد زي ما قال ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، اللي اصلا بيقدم برنامج عن الدرجه الثانيه، يعني مش بيغطي اخبار الدوري الممتاز، لكن اكيد ما حدش بيشوفه طبعا، فقال لك ايه؟ اضرب في الاهلي حاجه تشهرني والناس تعرفني، قام ضارب اي حاجه عن برونو سافيو. وقال لك ايه بقى؟ الغريبه ان سافيو هو السبب في عدم ضم لاعب برازيلي للنادي الاهلي، لان سافيو بلغ اللاعب البرازيلي ده اللي هو سافيو على علاقه بيه ان المرتبات في مصر مش مستقره للاعبين الاجانب، فالاهلي عرف فقرر يجمد سافيو. دي القصه الوهميه اللي قالها ايهاب الكومي. جاب القصه دي منين؟ محدش يعرف. مين اللي قال له عليها؟ محدش يعرف، بس هو ايه؟ ضربها بس كده للشهره على حساب النادي الاهلي وخلاص. ده تعودنا عليه، لكن الغريب احنا تعودنا عليه من ناس ثانيه. الغريب ان انت مسؤول في اتحاد الكوره، مسؤول في اتحاد الكوره، المفروض انك تدعم النادي الاهلي، لكن قبل ماتش مهم زي ده وتطلع اشاعات زي دي، هي دي فعلا مسانده، ومسانده مهمه جدا من اتحاد الكوره في وقتها، زي مسانده اخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، فاكرينه طبعا، وفاكرين دور وليد العطار. طب في سؤال تاني لإيهاب الكومي، هو وليد العطار قال لك تطلع تقول الكلام ده؟ انا عايز اعرف. ده سؤال بس عشان استكمالا لمساند اتحاد الكره للنادي الاهلي اللي عملها وليد قبل كده في نهائي افريقيا. طيب
يا بكومي انت تقصد ولا مش تقصد؟ مش قاصد. انت جابوا لك خبر وقالوا لك قوله؟ قال لك كده؟ طيب ما سمعتش تصريحات احد المسؤولين في نادي منافس ان في 2 لعيبه تناولوا ممنوعات وتم اتهامهم بشكل رسمي، واحنا قلنا ايه؟ دول برضو لعيبتنا ولعيبه مصريين واحنا مش عايزين نفضح، احنا بنستر، لكن هو المسؤول بتاعهم اللي طلع فضحهم. ما سمعناش صوتك يعني، ما سمعناش اي حاجه عن الموضوع ده خالص، احنا ما كناش عايزين نسمع. بس انا بسال، الكلام ده ما حدش اتكلم فيه خالص وانت كنت مسؤول في اتحاد الكوره، دلوقتي طالع بتهاجم برونو سافيو وبتهاجم بالنادي الاهلي وطلع اشاعات وانت مسؤول في اتحاد الكوره والنادي الاهلي بيمثل مصر بره في المونديال العالمي للانديه. بدل ما تطلع تساند، لا انت بتقف ضد النادي الاهلي، بتطلع اشاعات عن النادي الاهلي، بتطلع اشاعات عن لعيبه النادي الاهلي. طب والمسؤول نفسه اللي قال لك انه عنده ازمه في اوضه اللبس وفي خناقه بين 2 لعيبه مش عارف مين نجم الفريق والتاني هيمشي والتاني عايز فلوس زي ده، ما سمعناش صوتك يعني. مش انت عندك برنامج؟ ما سمعناش صوتك. ولا انت مشغول بالدرجه التانيه؟ ولا بتخاف؟ ولا ليك توجه معين؟ هدم استقرار النادي الاهلي واعلاء منافسيه؟ ليك اكيد اكيد. ما هو انت قول لي انت طالع تقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ قول لنا ايه توجهك؟ لو ليك توجه معين تعال لنا واحنا نساعدك فيه. ايهاب الكومي واتحاد الكوره بيتهاجموا وبينتقدوا بالفاظ كلنا عارفينها، والفاظ ايه؟ متنوعه، ومحدش بيرد خالص. طب هو انت فين يا كومي؟ انت فين؟ لا بصراحه الحقيقه فعلا نعمل مسؤول. كمان في حاجه غايبه عن ايهاب الكومي. الاول نوريك تذمر سافيو ونوريك سافيو هيجمدوه ازاي في النادي الاهلي، وازاي سافيو ناقم على الفتره دي على وجوده في النادي الاهلي. اتفضلوا معانا على الشاشه. فاكرين حضراتكم واحنا جبنا بعد الماتش اللي فات لما اللعيبه كانت بتحتفل بعد المباراه بعيد ميلاد محمد عبد المنعم، وشفنا سافيو في اللقطه مبسوط زيه زي اللعيبه بالظبط، زيه زي اللعيبه بالظبط. اهو ادي برونو سافيو في وسط لعيبه النادي الاهلي وبعد المباراه. خلي بالك حضرتك، المشاركه او عدم المشاركه دي رؤيه فنيه للجهاز الفني، والراجل ما اعترضش عليها، ولا لعيب في النادي الاهلي بيتدخل فيها على فكره، ولا حد من بره النادي الاهلي بيتدخل فيها او بره الجهاز الفني، ما فيش حد من المنظومه بيتدخل فيها زي او عكس انديه تانية. عارفين حضراتكم طبعا. في حاجه كمان غايبه عن ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. هو حضرتك وغيرك من اعضاء اتحاد الكوره مش مخالفين للوائح الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه اللي بتمنع اي عضو في اتحاد الكوره انه يشتغل في الاعلام؟ ده اختراق واضح للوائح. وانت نفسك المسؤول في اتحاد الكوره بتنصح الرياضيين، ده واجبك انهم يلتزموا باللوائح والقوانين، وانت اول واحد مش ملتزم بيها كعضو ومسؤول جوه اتحاد الكوره. بالذمه مش مكسوف؟ مش مكسوف من ده؟ مش مكسوف انك بتخالف اللوائح؟ انت بتطالب الناس بالالتزام وانت نفسك وبعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بيخالفوا اللوائح. وكمان غير كده، انت بتطلع في برنامج يومي، انت وغيرك بتنشر اخبار واسرار اتحاد الكوره في الاعلام. طب ده معنى كده كمان ان مفيش مبدا تكافؤ الفرص مع الاعلاميين الاخرين اللي شغالين في قنوات تانية اللي هم مش شغالين في اتحاد الكوره. طب ما لو ما نشرتش اخبار اتحاد الكوره تبقى خيانه للقناه اللي انت شغال فيها، لانك اخفيت معلومات في مجال الرياضه اللي انت بتغطيها ولا تنشرها؟ هيضعف البرنامج طبعا، لو انت ما نشرتهاش هيضعف البرنامج، فده خيانه. طب واللي انت بتعمله في اتحاد الكوره وتطلع تقول اسرار اتحاد الكوره بالليل في البرنامج بتاعك، هو ده مش خيانه؟ اللي احنا بنتمناه ان اتحاد الكوره بتاع بلدنا يكون محايد ويلتزم باللوائح والقوانين
يلتزم باللوائح والقوانين اللي بيعاقب عليها اللاعبين والاجهزه الفنيه بسبب اختراقها. ده اللي احنا بنقوله. طلع علينا برضو مسؤول عن احدى الفرق في الدوري الممتاز وقال لك ايه؟ ده برونو سافيو عامل مشاكل في النادي الاهلي واحنا بنجيب لعيبه وهم راحوا جابوا مش عارف لعيب برازيلي بقد كده وكلفهم كذا، والراجل ده قاعد هنا بيتفرج على ماتشات كاس العالم للانديه. قاعد في القاهره يعني، قاعد هنا في القاهره بيتفرج على ماتشات كاس العالم. عموما انت زيك زي اللي بيتفرجوا على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. عشان تعرف سعادتك المسؤول ده، المسؤول عن احدى الفرق المنافسه، سافيو موجود مع النادي الاهلي في المغرب، ما بيتفرجش على كاس العالم للانديه من تلفزيون بيتهم، لا ده اصلا مشارك مع الفريق، ولكن مشاركته في الملعب دي رؤيه فنيه مسؤول عنها المدير الفني. فالراجل اولا بيتفرج على الماتش زيك زيه، بس انت اللي بتتفرج من القاهره، وانت بتتفرج من هنا زي ما مسؤول برضو للاسف احد اعضاء مجلس اداره النادي المنافس قال لك ايه. شوفوا الناس كلها بتتكلم عن الاهلي ازاي، وبعض الانديه المنافسه المصريه بعض اعضائها يقول لك ايه؟ الاهلي مش من حقه يروح كاس العالم للانديه، الاهلي ما كانش حقه ان هو يلعب بطوله افريقيا اللي فاتت، الاهلي ما يستاهلش انه ده كان بيلعب فرقه تعبانه الماتش اللي فات. ده انت بقالك 8 مرات في مشاركات الاهلي الثمانيه بتتفرج على النادي الاهلي هنا، بتتفرج من بيتكو، بتتفرج من اي كافيتيريا على النادي الاهلي. ممثل مصر اللي رافع راس مصر اللي معلي رايه مصر، بص الناس كلها بتتكلم عن النادي الاهلي ازاي. بص الناس، بلاش اقرب حاجه الماتش اللي فات، بص العرب كلهم والمغاربه الاخوه المغاربه بيتكلموا عن النادي الاهلي ازاي، بص كانوا بيشجعوا النادي الاهلي ازاي، معلق المباراه السعودي كان بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي، ويجي اخواننا المصريين بيتكلموا عن الاهلي ازاي. البعض، ما بقولش كل طبعا، بقول البعض بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي، البعض بيحاول يروج اشاعات عن النادي الاهلي في الفتره دي، بدل ما هو مسؤول ويساند النادي الاهلي، مسؤول في اتحاد الكوره ويساند النادي الاهلي اللي رفع اسمه واسم مصر عاليا في كاس العالم للانديه لكره القدم، لا بيطلع اشاعات. بقول للمسؤول بتاع النادي المنافس، خليك في اللي انت فيه، خليك في اللي انت فيه. هنبعت لك التردد النهارده بتاع ماتش النادي الاهلي امام سياتل الامريكي، هنبعته لك عشان تتفرج كالعاده على النادي الاهلي وهو بيمثل مصر. وبالمناسبه مبروك المدير الفني الجديد عليكم. نروح بقى الماتش النهارده امام سياتل الامريكي. بالتاكيد ماتش صعب جدا جدا جدا، اولا لانها في بطوله عالميه، كمان قدام فريق مش سهل، هو مجهول بالنسبه لنا ولكن مش سهل، مستوى مختلف تماما عن المباراه الاولى، لانه بطل الكونكا كاف، يعني كسب ابطال دول ليها باع في كره القدم زي المكسيك. عارفين حضراتكم ان احنا لينا جولات كتير جدا جدا في كاس العالم مع الفرق المكسيكيه، وتعودنا دايما ان الفرق المكسيكيه هي اللي بتوصل عن الكونكا كاف اللي هي امريكا الشماليه وجزر الكاريبي، فتعودنا دايما ان فرق المكسيك هي اللي مسيطره على انها تتواجد بصفه مستمره في كاس العالم للانديه. انما فريق سياتل كسب فريق بومس المكسيكي 3-0 في مباراه العوده بعد التعادل على ارضهم 2-2، فمعنى كده ان هو فريق كويس. ممكن انا متفائل دايما، ومتفائل ان النادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله بعد المباراه كلنا هنهني نفسنا باذن الله بفوز النادي الاهلي. الدوري انتهى في امريكا في شهر اكتوبر اللي فات، هم ما وصلوش للبلاي اوف لان في نظام في امريكا قسم شرقي وقسم غربي، وبعدين بياخدوا اول سبع فرق من هنا اول سبع فرق من هنا وبيعملوا تصفيات لحد ما يوصلوا للفاينل ويشوفوا مين اللي هو خد البطوله. فالفرقه ما وصلتش للبلاي اوفز او للتصفيات، ف
الفرقه مريحه من اكتوبر، خدت نوفمبر وديسمبر راحه كامله، ابتدت تعمل فتره اعداد في شهر يناير، لان اصلا الدوري الامريكي بيبتدي في اواخر فبراير او اوائل مارس، فلسه ما ابتداش. نادي الاهلي الفتره دي بيعيش ازهى حالاته الفنيه والبدنيه والمعنويه. دي تميز النادي الاهلي. في حاجه مهمه جدا 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 عندنا، روح الفانيلا الحمراء، الروح اللي احنا شفناها الماتشات اللي فاتت، الروح اللي احنا شفناها الشوط الثاني الماتش اللي فات، الروح اللي احنا شفناها الثلاث اربع الماتشات اللي فاتوا، روح عاليه جدا 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 وقتاليه. لو تفتكروا حضراتكم بدايه من ماتش الزمالك الروح كان شكلها ايه؟ اللي احنا كسبناه 3، وقبلها بيراميدز 3، والماتش اللي فات 3، بقى كله ابو 3 ابو 3 ابو 3 من ساعه ما كسبنا الزمالك 3-0. لكن احنا عندنا النهارده كمان ثقه كبيره جدا 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 في الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. ماتش صعب لانك بتلعب مجهول وفرقه ثقيله، لو يعني لو انا بقول لكم لو في وسط الدوري، لا فرقه صعبه جدا جدا جدا. هم فرقه صعبه، عندهم نص الفرقه تقريبا محترفين من امريكا الجنوبيه، محترفين من امريكا الجنوبيه فهم عندهم المهاره. الكره الامريكيه اصلا بتعتمد على القوه والسرعه، القوه البدنيه والسرعه دي موجوده عندهم. انما بقول لحضراتكم اللي يميز النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو تقريبا في منتصف الموسم، فالنادي الاهلي بدنيا اعلى وفنيا اعلى. ان شاء الله المكسب يكون للنادي الاهلي النهارده. لعيبه النادي الاهلي عندهم القدره على تجاوز عقبه سياتل النهارده من اجل نصف النهائي للمره الخامسه، ومواجهه ريال مدريد بطل اوروبا. كل اللعيبه جاهزين، حضراتكم كلكم متابعين من اول ما كان النادي الاهلي هنا قبل ما يسافر للمغرب، سواء محمد هاني اللي اشتكى من كدمه بعد مباراه اوكلاند، لكن الحمد لله الدكتور احمد ابو عبله اكد على جاهزيه هاني. الفريق ادى طبعا، الوقت كان صعب جدا بين الماتش اللي فات، يعني انا حاسس ان الماتش اللي فات ده كان امبارح، هو كان اول امبارح، احنا خلصنا متاخر. الفريق ادى تدريبات استشفائيه يوم الخميس، ويمكن مستر كولر اشتكى من الحته دي، بس قال بس ان الوقت ضيق بين المباراتين والفرقه الثانيه مريحه، هي دي الحاجه الوحيده اللي اشتكى منها مستر كولر. التدريب الاساسي امبارح كان الجمعه، الكل شارك فيه الحمد لله، الكل جاهز. بس طبعا الجاهزيه دي حسب الرؤيه الفنيه للجهاز الفني، يكون متواجد في الملعب ولا يكون على الدكه او ملوش دور النهارده. دي رؤيه فنيه احنا ما بندخلش فيها، ولا حد في النادي الاهلي بيتدخل فيها غير المدير الفني. تعالوا نروح نطمن على اخر الاجواء في فندق الاقامه من زميلنا بالمغرب كريم احمد، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اتفضل يا كريم. كل التحيه ليك لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وكل التحيه ايضا لجمهورنا العظيم جمهور للنادي الاهلي. يعني على بركه الله وبمشيئه الله ان شاء الله النهارده يكون يوم عظيم على كل جمهورنا العظيم، على لاعبتنا، على مجلس الاداره، على الجهاز الفني. تحضيرات الحقيقه كانت مهمه جدا خلال 48 ساعه الماضيه استعدادا ل طبعا الادوار بقى اللي فاتت او الدور التمهيدي، خلاص مش هنتكلم عليه. البطوله تبدا من هذه المباراه، مباراه مهمه جدا. فريق سياتل الحقيقه فريق مميز، يعني عنده سكواد رائع، القيمة التسويقية بتاعته مميزة جدا، الراجل مدعم بشكل كبير للمدير الفني ورئيس النادي. فيمكن هذه المباراة محتاجة مجهود كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، محتاجة تحضير أكبر وأكثر الحقيقة من الجهاز الفني اللي بيقوم بدور كبير جدا. ثقتنا كبيرة في مستر كولر الذي لا يخشى المواجهات الكبرى، يمكن ده أمر مهم جدا. الراجل بياخد مباراة بمباراة، يعني هي دي الطريقة وهو ده الفهم وهو ده الشغل الاحترافي. مباراة بتنتهي بتفكر في المباراة القادمة خطوة خطوة، بمشيئة الله تقدر توصل لمرحلة بعيدة جدا بالجهد الكبير وبالتحضير الأكثر من رائع هنا في بعثه النادي الاهلي الحقيقه، بدايه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الى ايضا كمان كل العاملين عمال الغرف خلع الملابس الحقيقه اللي بيقوموا بدور كبير جدا. الكل بيجتهد، الكل عارف دوره، فمشيئه الله ان شاء الله يكون كرم ربنا كبير النهارده، ويستطيع النادي الاهلي اداء ونتيجه يسعد كل جمهور النادي الاهلي في تواجد جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي واشقائنا المغاربه اللي يمكن املنا كبير فيهم جدا، زي ما شفنا المباراه الاولى الافتتاحيه والكثافه الكبيره جدا في الحضور. بمشيئه الله في كل مباراه يكونوا متواجدين كالعاده، والعلاقات الطيبه
ورائعه جدا الحقيقه اللي احنا لمسناها من اول يوم متواجدين هنا في المغرب. بالتاكيد يا كابتن ايمن طبعا نطمن بقى كل جمهورنا على حاله اللاعبين الاستعداد الاخيره، تحركنا هنا من فندق الاقامه حتى الوصول الى ملعب ابن بطوطه. يعني عايز اقول لك كل التوقيتات الخاصه طبعا هي توقيتات المغرب، يعني 3:30 بتوقيت المغرب هتكون المحاضره الفنيه الاخيره لمستر كولر هنا في فندق الاقامه للتاكيد على كل الامور الخاصه بهذه المباراه، شد من ازر اللعيبه، تحفيزهم بشكل كبير. ايضا كمان يعني اللقطه اللي بتكون مهمه جدا وجود الكابتن محمود الخطيب عند الباص بيسلم على كل اللعيبه، بيوصل كلمات سريعه جدا مردودها الحقيقه بيكون كبير، وشفناها في المباراه الاولى. قلب وروح وتحدي كبير وشخصيه كبيره جدا شفناها في المباراه الاولى، نتيجه كبيره 3-0 في افتتاحيه كاس العالم للانديه، ده يدل على التركيز الكبير والتحضير الاكبر. فيا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير خطوه بخطوه بمشيئه الله نقدر نوصل لبعيد جدا في هذه البطوله. التحرك هنا كابتن ايمن هيكون في الرابعه عصرا بتوقيت طنجة، يعني من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه من 15 ل 18 دقيقه على نياص الفريق النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. جاهزيه لكل اللاعبين الحمد لله اطمننا عليهم في تدريب الامس، كل عارف اهميه هذه المباراه، جمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير جدا ظهور النادي الاهلي للمره الثانيه هنا في كاس العالم للانديه. اداء ونتيجه يا رب ان شاء الله بمشيئه الله تكون في صالح النادي الاهلي، طقس اكثر من رائع، الاجواء كلها طيبه جدا، ينقصنا ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ومش بعيد يا كابتن ايمن باقدام اللاعبين وبقلبهم وشخصيتهم بمشيئه الله تكون فرحه كبيره جدا جدا النهارده من خلالك بقى ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد، طمنا كريم على الحاله المعنويه والحاله الفنيه والبدنيه للعيبه، واحنا طمنا عليهم الماتش اللي فات. يمكن الماتش اللي فات مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال بعد المباراه بما معناه ان احنا الشوط الاول، مع ان الشوط الاول برضو كان في فوارق فنيه كبيره بين النادي الاهلي واوكلاند سيتي، لكن هو كمدير فني ما عجبوش الشوط الاول قوي، قال يعني ليا تحفظ على بعض الحاجات في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني كنا مميزين. غير الفكر والطريقه والاسلوب في الشوط الثاني، طلب من اللعيبه ان الضغط يكون من نص الملعب ما يكونش من قدام، ولعب على الثغرات. هو راجل ليه فلسفه واسلوب وفكر كل مباراه، وده اللي قاله على فكره امبارح مستر كولر، قال ان انا كل مباراه بتعامل معاها بفكر مختلف وفلسفه واستراتيجيه خاصه بعيده عن الماتش اللي قبله. ودايما هو بيقول مستر كولر ان دايما اهم ماتش اللي انا بلعبه دلوقتي، ما ببصش لقدام، ما ببصش للي جاي، انما انا كل تفكيري في الماتش بتاع النهارده. ماتش النهارده ماتش صعب، حتى وان كان فريق سياتل مش جاهز بدنيا بصوره كبيره او مش جاهز فنيا بصوره كبيره في فتره عدة، هو عنده يملك لعيبه على مستوى عالي جدا جدا جدا. عنده حارس مرمى يمكن اكيد مستر كولر يعرفه لان هو امريكي ولكن من اصول سويسريه، كبير شويه عنده 34 35 سنه، ولكن ستيفن فراي جول كيبر معروف في امريكا، جول كويس قوي قوي قوي. عندهم ظهير ايسر اسمه نيوهو، لو كنا نفتكر حضراتكم لعب مع منتخب الكاميرون في كاس الامم الافريقيه، ظهير ايسر كويس. عندهم اتنين لعيبه في نص الملعب لعيبه كويسين جدا، منهم واحد بيلعب في منتخب امريكا لعب معاهم في كاس العالم وكان متواجد في كاس العالم اللي فات، وده من هدافي الفريق، من هدافي الفريق، وعامل نسبه تهديف عاليه جدا 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 كلاعب وسط ملعب وهداف في نفس الوقت. وعندهم راؤول رودياز في المقدمه، لعيب كويس، لعيب من بيرو، لكن بيعرف يجيب جول، بيعرف يجيب جول. انما احنا جايبين لعيب برضو برازيلي قريب اسمه هايبر، ولكن النادي الاهلي لو اتكلم احنا بنتكلم على سياتل اللي هو عنده اربع خمس لعيبه بنتكلم عنهم او الاعلام بيتكلم عنهم، النادي الاهلي عنده دكه وعنده ناس في الملعب وعنده ناس بره الملعب، لا النادي الاهلي حاجه تانية خالص خالص خالص، وده اللي بيعمله النادي الاهلي دايما. عشان افكر الناس، احنا كلنا متذكرين كاهلاويه، احنا كلنا متذكرين دي المشاركه التامنه للنادي الاهلي، المشاركه التامنه للنادي الاهلي. قبل كده النادي الاهلي وصل اربع مرات للدور قبل النهائي، وصل اربع مرات، فاهمين حضراتكم؟ النهارده باذن الله باذن الله تبقى المره الخامسه ان شاء الله للنادي. النادي الاهلي دايما ما بيبصش تحت رجله، هو بيبص ان الماتش ده ماتش مهم، ماتش النهارده
ماتش مهم، زي ما قال كده بالظبط مستر كولر. مستر كولر قال ايه؟ انا عندي اهم ماتش هو ماتش النهارده، الماتش اللي انا هلعبه. ليه؟ لان ده اللي هيوصلني في البطوله دي للماتش اللي جاي. خلي بال حضراتكم النهارده برضو مباراه مهمه وصعبه. ليه كمان؟ لان في ادوار اقصائيه، ادوار اقصائيه، يعني ماتش كؤوس. اللي هيكسب هيكمل ونتمنى النادي الاهلي ان شاء الله، واللي هيخسر هيبقى خرج خلاص مش هيكمل. فماتش النهارده ماتش صعب، لكن لما احنا بنتكلم على اربع خمس لعيبه في الفريق الامريكي، لا النادي الاهلي تعالى احسب لك من ورا، من اول الشناوي لمحمد هاني اللي بيعيش افضل حالاته الفنيه والبدنيه. وانا عايز احيي محمد هاني تحيه خاصه جدا جدا جدا. اولا هو محمد هاني بالنسبه لي هو زي ابني، يعني شخصيه متميزه جدا 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 بره الملعب. جوه الملعب لا، اشتغل على نفسه جامد. في فتره من الفترات كنا بنقول لا محمد هاني مش في حالته، محمد هاني عنده احسن من كده. حتى بعض الجماهير كانت بتنتقد اسلوبه في الملعب وهو بيلعب، ولكن محمد سكت ما اتكلمش، داس على نفسه. يلعب جوه بلعب بأدي، بلعب بره. محمد بقاله الفتره الاخيره ماتشات كلها اللي لعبها كظهير ايمن، لا لعيب مميز جدا 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 دفاعيا وهجوميا. فواحد من ضمن الناس اللي انا بقدره، اشتغل على نفسه، حس ان هو قل فتره من فترات، حس ان هو ناقصه حاجات فتره من فترات، عرف ازاي الحاجات اللي عنده او النواقص اللي عنده واشتغل عليها. زائد كمان روحه العاليه، زائد روحه العاليه، وما بيتكلمش ولا كعاده لعيبه النادي الاهلي، كعاده لعيبه النادي الاهلي. المباراه النهارده كمان عايز اقول لحضراتكم مباراه رقم 20 للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ده معناها ايه بقى حضراتكم؟ ان النادي الاهلي اكتر فريق لعب مباريات في بطوله كاس العالم للانديه. الناس اللي بتنتقد، الناس اللي بتنتقد، اللي بتقول لك النادي الاهلي ما يروحش، وعضو مجلس اداره اتحاد الكره اللي بيقول لك مش عارف في مشاكل، نادي الاهلي عامل رقم قياسي، رقم قياسي، بيحطم رقمه القياسي اللي كان قبل كده. 20 مباراه في كاس العالم للانديه، اكبر فريق من حيث المشاركه النادي الاهلي اللي مشرف مصر، اللي بعض الناس وبعض المسؤولين بينتقدوه. ده النادي الاهلي اللي هو رافع راسكم اصلا، اللي هو رفع راس مصر عاليا واسم مصر عاليا في المحافل الدوليه. ده النادي الاهلي. مرورا بقى بمحمود متولي، مرورا احنا اتكلمنا عن هاني، مرورا محمود متولي اللي هو عامل سنه مميزه جدا 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 واشتغل برضه على نفسه كويس قوي وقدر يرجعه تاني ويكتشفه تاني مستر كولر. صراحه الراجل يعني نرفع له قبعه، لا واضح ان هو ليه تاثير على بعض اللعيبه في الملعب. صاحب فكر واسلوب مختلف. منعم قبل ما يصاب هايل، بعد ما اتصاب شفناه الماتش، بعد العوده من الاصابه شفناه الماتش اللي فات هايل. علي معلول مش هقدر اقول حاجه على علي معلول بصراحه، يعني علي معلول مستواه ثابت ومميز، ولعيب بيلعب بمخه قبل ما بيلعب برجله. علي معلول مكسب كبير جدا 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 للنادي الاهلي. طبعا هو تواجده في النادي الاهلي مكسب كبير ليه، وهو كان مكسب كبير برضه لفرقه النادي الاهلي. الماتش اللي فات لعب مستر كولر بثلاثه في نص الملعب، مش عارفين ممكن الماتش ده يلعب بنفس الثلاثه، هنشوف. هل هيلعب باثنين وواحد قدامهم؟ هنشوف برضه. الفرقه اللي قدامه بتلعب باسلوب تاني خالص، تلعب 3 4 3 وساعات تلعب 4 3 3 وساعات تلعب 4 2 3 1. فهو الراجل اللي قدامه بيلعب بفكر تاني، ولكن مستر كولر تعودنا منه ان كل ماتش بيلعب باسلوب وبفكر مختلف عن الماتش اللي قبله. المجموعه اللي قدام بقى الفتره اللي فاتت كلها متميزه جدا جدا جدا. بنتكلم عن الخط الامامي، الخط الامامي متميز الفتره اللي فاتت. فاللي عايز اقوله ان النادي الاهلي مستعد ان شاء الله لمباراه اليوم، وانا كالعاده متفائل، وان شاء الله نهني بعض كلنا بعد مباراة سياتل النهاردة بالوصول للدور نصف النهائي لملاقات ريال مدريد بطل أوروبا إن شاء الله. خلصت كل كلامي، هنطلع فاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا الكبار
اللي هيشرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع الارض، وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول الصدر. We'll be right back.
الاهلي في دم اللي يحبه عامل زي الروح جوه الجسم. الكوره هيبقى اسمها اهلي لو كده تسميها باسم. Zaman
عصيانهم سهل والفرق. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. اهلا بيك كابتن. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ اهلا بيك الحمد لله. كابتن اسامة عربي مشرفنا يا كابتن، ازيك؟ عامل ايه؟ الله يخليك، اهلا وسهلا بيك. كابتن عبد الرحمن مشرفنا يا كابتن، ازاي؟ كابتن احمد بلال، ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ ازيك كابتن ايمن، اخبارك ايه؟ وحشنا والله. ايه سيب دانك ليك لوك جديد يا كابتن، يعني لو مشي نكمل، ما مشيش خلاص ربنا يكرمه وما مشيش ان شاء الله. في البدايه بنعزي كابتن علاء ميهوب في وفاه اخوه، خالص العزاء للاسره، وباذن الله ربنا يغفر له ويسكنه في فسيح جناته. كابتن شريف، الف رحمه ونور، تعازينا القلبيه لاسره كابتن علاء ميهوب، والكابتن علاء ميهوب في شخصه في عائلته الكريمه، الجنه بما فيها رب العالمين باذن الله رب. باذن الله رب. كابتن اسامه رب، طبعا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم بقى اهله كابتن علاء ميهوب واهله كلهم الصبر والسلوان، ويعني ده حال الدنيا يعني، الله يرحمه ويغفره. كابتن علاء، انا بقول لك كابتن علاء بقى لله في وفاة شقيقه يعني، وبقول ربنا يصبره وان شاء الله يعني اخر احزان بالنسبه له ان شاء الله. كابتن احمد بلال، ان الله وان الله راجعون، يعني بقاء لله كابتن علاء، يعني ربنا يصبركم يا رب ان شاء الله، ويسكنوا فسيح جناته، وربنا يلهم اهله وكل يعني احبائه الصبر والسلام. الماتش اللي فات يمكن احنا في الاخر في اخر الاستوديو كنا بنتكلم على تشكيل نادي الاهلي وفكر مستر كولر للمباراه اللي بعدها، لان هو مستر كولر حتى قال بنفسه ان هو كل مباراه بيبقى ليه اسلوب وفكر مختلف عن المباراه اللي قبلها، وكنا اتكلمنا مع نجومنا الكبار على التوقعات وهل مستر كولر هيعمل تغييرات. البعض قال ممكن تغيير بالكتير، يمكن الكابتن شريف عبد المنعم قال لا ممكن يعمل اكتر من تغيير، ممكن تغييرين وثلاثه. هنشوف النهارده مستر كولر بادئ بمين من خلال تشكيل النادي الاهلي اللي معانا حالا. تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي، ثلاثي خط الوسط زي ما هم: اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي. ثلاثي الامامي كله متغير: طاهر محمد طاهر، فيرسي تاو، ومحمود كهرب. مره ثانيه: محمد الشناوي حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع محمود متولي، محمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، وثلاثي المقدمه طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. البدلاء: علي لطفي، حمزه علاء، محمد اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، محمد فخري، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات. كابتن شريف، قبل ما نتكلم في تشكيل النادي الاهلي النهارده، في البعض للاسف يعني هاجم النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، بالرغم من ان النادي الاهلي هو اللي رافع رايه مصر عاليا في المحافل الدوليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تجاه بطوله كاس العالم، كاس العالم الانديه، ايوه ما مش اول مره يعني، البطوله اللي فاتت قالوا الاهلي هيروح وهيرجع بعد اول مباراه، والبعض يتمنى عدم النجاح للنادي الاهلي. طبعا النجاح النادي الاهلي زي ما هو في الوضع الحالي بالنسبه له بيروح في حته تانية دايما. صحيح، دايما نجاحات النادي الاهلي بتبعد. ان شاء الله لو ربنا وفقنا النهارده يا رب، ان شاء الله هنقابل الفريق اللي احنا بننافسه، هنقابل ريال مدريد. صحيح، البعض لا يذهب الى البطولات دي ابدا. مزبوط. في ناس بتذهب للمأذون عشان يتجوزوا، دول مش عارفين يتجوزوا، دول بيطلقوا بس،
في محاولة البعض لا يذهب الى البطولات، خدت بالك؟ تماما. فانت عايز منه ايه؟ ده ما يعرفش طريق البطوله اصلا. انت هتستنى منه يعمل لك ايه في السوشيال ميديا الجميله دي اللي احنا بنتفرج عليها، اللي هم لو كسبوا تلاقي 16 حنجره قاعده تتكلم وترد على بعض بسرعه، لو ما فيش مكسب ما فيش اي حاجه يجيب سيره الاهلي. لا 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 لا، مش يجيبوا سيره الاهلي بس، ده يتكلموا في مواضيع خارجيه عن اي حاجه تانية غير الكوره. صحيح. لان اللي بيحصل ده زي ما يحصل بقى شعوذه اي حاجه سحر. انت ما تشغلش بالك، الحمد لله احنا ربنا بيكرمنا عشان ده، عشان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. احنا ربنا بيكرمنا عشان بنبص في ورقتنا بس، وده اللي احنا تعودنا عليه في حياتنا، ملناش دعوه باي عوامل خارجيه. انت الماتش اللي فات صدروا لك جميع التوقعات، انك انت 80% فرقه اوكلاند سيتي، الاهلي 20%. خلونا احنا كمان خرجنا قلنا ان اوكلاند سيتي ده بدنيا هيتعبنا. اوكلاند سيتي يا ترى هنلعبه تلت ملعب ولا هنلعبه نص ملعب ولا لا؟ ولما الاهلي والله احنا هنفكر نجازف ونهاجم. خلونا قاعدين بنتفرج على شيء غير المتوقع تماما وخيالي. لا كويس. احنا باسلوبنا كده بقى بعد الماتش، بعد ما الاهلي كسب بيحاول يقلل لك من قيمه الفوز وقيمه الاداء اللي عمله النادي الاهلي النهارده. ده مش بيقلل الماتش اللي فات، ده بيقول خبر الاهلي يفوز. يعني خبر الاهلي فاز على فريق اوكلاند سيتي الضعيف الغير متكافئ الغير مؤهل. ازاي فرقه زي دي تلعب؟ قعدوا يقولوا لك بقى ايه زي ما انت عايز، وقاعدين هيفضلوا برضو مستنيين لك. صحيح. دي بقى الضغوط اللي احنا بنلعب تجاهها، الضغوط اللي انت بتتصدر لك قدام اللعيبه معنويا ونفسيا. لما سالتني الماتش اللي فات ممكن يكون في تغيير الماتش الجاي، قلت لك اه في، قلت لي ممكن يكون في اكتر من تغيير، اثنين وثلاثه. ايوه. كان انا كنت في نص الملعب كنت متخيل ان عمرو السوليه ممكن ما يبتديش النهارده. كويس. انما الحمد لله ادام سليم، من 72 ساعة بس انت لسه لاعب ماتش. مظبوط. بكل الشكل اللي حصل ضدك ده وكل حاجة. صحيح. ربنا وفقك وفوز ثلاثة، وكنت تقدر تفوز كتير قوي. ودي الشكوى الوحيدة اللي قال عليها مستر كولر. 72 ساعة. فريق التوقيت. 72 ساعة. انا وانا ببصص على الفرقة المرة اللي فاتت حسيت كده كويس ان عبد القادر مش هيبتدي. فالكباتن كلهم قالوا في يمكن يكون في تغيير، لان فرقه سياتل الامريكي مميزه بدنيا في حالات معينه، هو محتاج قوه بدنيه اكتر، محتاج اجهزيه لهذا الخط. انك انت بتدي بيرس تاو 20 دقيقه او عايز جاهزيه 10 دقائق وبتلاقيه البرفورمانس بتاعته عاليه وبدنيا كويس، فانت بتطمع ان المنطقه دي وانت معاك حسين الشحات في نفس الوقت يبقى عندك اللي بنسميه دوبل فاس، يعني وجهين لقوة موجودة، قوة 45 دقيقة وقوة 45 دقيقة، قوة 60 دقيقة وقوة 30 دقيقة. كويس. يبقى انت الكسبان في الحالة دي. محمد طاهر بحالته البدنية بالشكل بيلعب فين بقى؟ في عدلته. ايوه. اللي انا دايما طالب بيها، بقول ان محمد طاهر ده عدلته مش اليمين. ايوه. الشمال، هو في الشمال لما بيحطه في اليمين بيبقى محتاجه بدنيا في حالة الدفاع مع محمد هاني، او كان سين من الناس اذا كان اكرم او اي حد كان بيبقى موجود في ناحيه اليمين. الناحيه الشمال دي محمد طاهر لعب برده اسامه 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا تلت ساعه ولا نص ساعه، عمل حاله ودخل وربك الدنيا، وكان هيجيب ضربه جزاء واتحسبت وحصل طرد للاعب. اذا لعيب مشاغب ولعيب عنده من الكوره انه يقدر يترجم لك اهداف في اي وقت. انما مش مساله احنا بنقيم خط الهجوم ده بخط الهجوم ده. محمد شريف وكهربا، الراجل حس ان كهربا عنده احساس كبير قوي بالمكان. ايوه. بيتحرك في المكان وعنده روح مع اللعيبه واسيست يمكن اسرع شويه. ولكن محمد شريف برده ما هو معايا هيروح فين؟ كويس. وممكن تلاقي النهارده كهربا ومحمد شريف في الفرقه يا اسامه، يعني ممكن في التغييرات تلاقي الاثنين دول بوجهان لعمله واحده بيتعاملوا الاثنين مع بعض وبيحققوا ان شاء الله اي ازعاج وفوز بالنسبه للنادي الاهلي. فهو ده اللي احنا تخيلناه، ان انا ما اقدرش 72 ساعه العب بنفس الفرقه اللي لعبت بيها الماتش، ابقى انا باجي على لعيبتي وعلى نفسي كمان.
مع فرقه ما لعبتش ولا حاجه دي جايه جاهزه هتلعبك 90 دقيقه بجاهزيته بقى انت اللي كان عندك. بعدين انا بخرج، ما احنا كلنا لعيبه، احنا بنخرج في حاله استشفاء بعد كل مباراه، ما كناش بنلعب عمرنا كل 72 ساعه. بناخد لنا 3 4 ايام بس عشان الخبطات والشد والعضلات كمان انها تلم وترجع في الشوط. انت قصدك حضرتك ان المجهود البدني برضو اللي بذله الخط الامامي الماتش اللي فات يعني ده اللي خلى مستر كولر يفكر النهارده في تغيير الخط بالكامل؟ تماما. هو راجل، انا يعني يوم كل يوم انا اعجابي بيزيد واحترامي لهذا الشخصيه اللي هي بتلعب على الاستفاده من جميع اللاعبين اللي عنده. استفيد بيه في اول 45 دقيقه او استفيد بيه من في نهايه المباراه. فده الاسلوب الكويس، ده الاسلوب الاحترافي. بندعي دايما ان ما يكونش فيه اصابات يعني. ايش عرفنا احنا حسين الشحات خرج من المباراه اللي فاتت سليم ولا عنده شد خفيف ولا عنده ارهاق ولا نفس الشكل بالنسبه لعبد القادر، محمد شريف عملوا مجهود كبير كلهم. اولا كان مضغوط، ضغط عليك الضغط النفسي والضغط اللي انت عملته من اول مباراه عشان تكسب. فالنهارده باذن الله يتوفقوا برضو الهجوم الثلاثي ده، عندهم حرفيه في التعاون مع بعض وشكلا وتنفيذا يعني. صحيح، هنتكلم في التوفيق ان شاء الله. نيجي نتكلم فني. كابتن اسامه، تحدي جديد للنادي الاهلي بعد خطية عقبه اوكلاند سيتي، مباراه صعبه لانها برضو مباراه مع مجهول وبرضو ادوار اقصائيه. اكيد مباراه صعبه، حتى لو لعبت مستويات اقل من كده او اشد من كده هي المباراه صعبه لانها خروج مغلوب، ده طبيعي يعني. بس هي ممكن تكون مجهول بالنسبه لنا احنا كاستوديو تحليلي بس اكيد مستر كولر والجهاز الفني شافوا الفرقه واكيد جالهم شرايط بعض المباريات ده اكيد يعني. واللاعبين شافوهم، دي بقت تقطع مرحله كبيره قوي من تعرف على الفرقه حتى لو ما واجهتهاش مباشر. صحيح طبعا المواجهه المباشره والاحساس في الملعب غير، هيبقى مختلف طبعا. ولكن على الاقل بتكون عملت يعني 70 80% من المجهول ده انت استكشفته. عرفت اللعيبه المميزه، شفت مثلا مين المهاري فيهم، عرفت مثلا نقطه الضعف اللي عندهم اللي فيها قلق يعني الثغره شويه، المناطق القوه فين، هل في الاجناب، هل في تسديد مثلا كتير يعني. اكيد مشاهده المباريات بتعديك كتير من المجهول اللي انت فيمكن بالنسبه لنا احنا غامض، لكن اعتقد بالنسبه لمستر كولر والجهاز الفني واللاعبين مش هيبقى غامض قوي يعني. مباراة صعبة طبعا لانها خروج مغلوب. الفرقة الثانية شافت النادي الاهلي واقعيا في الماتش اللي فات، وشافت الطبيعة. صحيح. شافت لعيبته، شافوا مين اللي سريع مثلا، مين اللي عنده بيسدد في الضربات الثابتة، ممكن يعملوا ايه، النقط اللي ممكن يستغلوها يعني، اكيد استكشفوا يعني. بالنسبه ل هنتكلم عن التشكيل بعد كده يعني، احنا مش هنتكلم عن التشكيل دلوقتي بس احنا بنتكلم. لا انا بتكلم بس مش على التشكيل. انا بس بتكلم على نقطه التغيير. انا من وجهه نظري هنتكلم فيها ماشي. بس انا كنت بتكلم على المباراه بصفه عامه يعني. ماشي باذن الله. طيب كابتن عادل، نادي الاهلي طبعا بيسعى اليوم ان هو يكسب علشان مقابله ريال مدريد والتاهل للمره الخامسه من 8 مشاركات للدور نصف النهائي. عامة لو فاكر يا كابتن أيمن في الاستوديو قعدت أتكلم معاك في حتة التشكيل، لو فاكر كويس قلت لك كله بيعتمد على مستر كولر مش علينا. والأندية الكبيرة قلت لك إن هي مش لازم اللعيب يبقى لاعب ماتش كويس قوي عشان يلعب الماتش اللي بعده، لو تفتكر قلت لك الكلام ده. يعني عندنا خط المهاجمين اللي لحظة طير حتى لو في فترة زمنية كبيرة، حتى لو في فترة زمنية كبيرة كل ماتش وليه رجالة. احنا مش قلنا هنتكلم في التشكيل. لا مش هنتكلم، هو بيتكلم بصفة عامة. لا بيتكلم بصفة عامة. انا كنت هتكلم على موضوع التغيير يعني. ده انا كنت هتكلم على موضوع التغيير برضه من وجهة نظر. ماشي هنتكلم فيه. لا اصل كان عندي وجهة نظر فيها فايمن قال بعد البتاع هكلمك فيها، لان برضه بتكلم عن الاستوديو اللي فات. ماشي يعني احنا قلنا الكلام ده. فلما الراجل فكر وحط تشكيله حطه على اداء الفرقه مش فرقه الاهلي سياده. كويس نرجع بقى للمباراه النهارده. اولا
انت كسبان مكسب كويس الماتش اللي فات بغض النظر عن المنافس مين، لانك المنافسين دائما في كاس العالم بيبقوا افضل ناس في العالم. أي. بغض النظر عن القاره بتاعته، ما انت مخلوق في قاره افريقيا. أي. انت متسيده يعني، انت لو كنت في قاره افريقيا في اوروبا او في اسيا كان يبقى ترتيبك او ترتيب اي فرقه تانية بتختلف. يا كابتن انا هقول لك حاجه، اللي بيتكلموا ما واخد ثلاثه برضو زيك، ما هو يعني ما انت النادي الاهلي كسبان ثلاثه الماتش يعني اللي فات، ما انت واخد ثلاثه برضو قبل كده، انت بتتكلم عن ايه؟ اقعد اتفرج عليك وبلاعب فرق في الدوري المصري، اقعد اتفرج عليك وهسكت؟ ما هو لازم اتكلم يعني. دائما دائما بص، كاس العالم بيبقى وحش قبل البطوله، بيبقى بطوله ترانشيتيه، بطوله سهله، ايه ده يعني ازاي يلعبوا فيها كده؟ لو خسر الاهلي هيتقال ان الاهلي ما يقدرش على كاس العالم للانديه لانها بطوله قويه عليه. لو الاهلي كسب يبقى البطوله، هم في المسبق يعني ما تبصش وراك، لو بصيت وراك خلينا احنا بتوع سباق، لو بصينا وراك هتقع. اللي عاوز يكسب المركز الاول دايما يبص قدام، يبص في ورقته زي ما الكابتن شريف دايما يقول لك، يبص في ورقته. المباراه هتبقى من المباريات الصعبه للغايه. هيجي ناس كتير يقولوا لك وانت كل مباراه تقولوا عليها صعبه لا دي مباراه صعبه. انت بتتكلم في فريق متاسس 2008، تجديده 2008، بس انتوا ما تعرفوش حاجه عن امريكا. صحيح. ما تعرفوش حاجه عن الناس بتوع الاحمال بتوع امريكا، ما تعرفوش حاجه عن الكره في امريكا، ما تعرفوش ان الكره 2026 كاس العالم في امريكا لازم يعملوا اداء كويس، عاملين استراتيجيه بقى لهم 25 سنه. اللعبة الأولى مش في أمريكا، هي كرة القدم. الكرة عليت كتير جدا في أمريكا الفترة اللي فاتت. هي اللعبة الأولى مش كرة القدم، ولكن بدأ تاخد اهتمامها كبيرة من 94 طبعًا. من كأس عالم 94 بدأنا نتفرج على فرقة منتخب أمريكا لعب معاك مباريات جيدة قوي، لعبتها أنت كمنتخب مصر قبل كده في كأس القارات، أنت كسبت إيطاليا واتغلبت من أمريكا. يعني عايز أقول لك إنه بدأ اللعيبة الأمريكان يلعبوا وينشطوا في أكبر دوريات في العالم. يعني خرجوهم يلعبوا كاس العالم اللي فات، كانوا بيلعبوا وعملوا سيبك من النتائج، لكن لعبوا ماتشات كتير منهم لعيبه كلهم يعني منهم لعيب بيلعب النهارده كمان في نص الملعب. في نص الملعب، لكن خلي بالك انت بتتكلم على مباراه صعبه علشان هي اللي هتوديك لريال مدريد. صحيح. او تخرجك بره تلعب على المراكز من الخامس للسادس. صحيح. كابتن بلال اللي هو الخامس والسادس عموما ملغي من البطوله دي، يعني النهارده خروج مغلوب وخلاص، اللي بيكسب بيكمل واللي الاربعه الاولانيين بس. طيب كابتن بلال، مواجهه قويه بتجمع بين النادي الاهلي ونادي سياتل ساوندرز الامريكي، ودي لاول مره النادي الاهلي بيلاعب فريق امريكي في بطولة كاس العالم انديه، ودي الجنسيه العشره اللي قابلها النادي الاهلي في كاس العالم انديه، لانه لعب قبل كده مع ابطال من نيوزيلند، السعوديه، البرازيل، المكسيك، قطر، المانيا، الصين، استراليا، اليابان. وطول ما انت بتروح كاس العالم، طول ما انت هتقابل جنسيات مختلفه، بحكم ان انت خد بالك انت بطل افريقيا، يعني افريقيا ما بتغيبش عنها كتير، وانت النهارده في البطوله الثالثه على التوالي، تمام، كوصيف للبطوله مش كحد جاي حد مختاره من بعيد. توصيف بطوله افريقيا وقبليها بطولتين انت حصلت عليهم، فبالتالي انت دايما متواجد في بطوله كاس العالم للانديه. كبدا اتكلموا في نقطه في النقطه دي بالذات. انا كنت عايز اتكلم برضو في نقطه مهمه جدا جدا، لما يطلع حد مسؤول من نادي منافس ولعيب كوره مميز يعني، ويطلع يقول لك ايه، مش من حق النادي الاهلي، مع ان هو عارف لوائح البطوله، مش من حق النادي الاهلي المشاركه في كاس العالم للانديه. ايوه، مش كل لعيب كوره مميز بيفهم في كوره، يعني ممكن اكون بعرف العب بس هل بفهم في كوره؟ هل كل لعيب ممكن يبقى اداري؟ اعتقد لا، مش كل لعيب كوره كابتن ايمن لعب كويس يبقى عنده ثقافه وبيفهم في كره القدم. فانت يعني معانا على الشاشه وصول بعثة النادي الاهلي لملعب المباراه، ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. شوف يعني انا البطوله دي في حد ذاتها هي بطوله تشريفيه للكبار. صحيح. يعني كبار العالم هنا بيتكرموا وبيتشرفوا هنا في البطوله، تمام، فالاهلي من كبار العالم يعني. صحيح. يعني فوق انت لما كل سنه تروح تبقى من كبار العالم كده وبتتشرف، خد بالك دي حاجه. بص شوف
المنافس اكيد مش هيثني عليك مهما كان الوضع، يعني ده وضع طبيعي، خد بالك وضع طبيعي يعني، ودي ظاهره صحيه على فكره في كره القدم، ان المنافس استحاله يثني عليك، تاخد بالك، لكن انت بنتائجك وادائك وامكانياتك وقدراتك واللي بتوصل له انت بتثني على نفسك وبتخلي كل العالم يثني عليك. النادي الاهلي الحقيقه مش عايز اقول مشرف كل افريقيا في كاس العالم، لكن مشرف كل افريقيا والعرب وامكانيات وقدرات كبيره جدا جدا جدا، يعني كفايه ان الاهلي يعني اصبح يعني معروف بشكل كبير جدا جدا عالميا، انت بتتكلم في 10 جنسيات لعبوا النادي الاهلي، يعني 10 و10 جنسيات ايه؟ ابطال، مش 10 جنسيات بس. معنى ايه ابطال؟ معنى ان الفرقه دي عندها جماهيريه كبيره جدا، يعني النهارده لما تيجي تلعب الفرقه الاولى اللي واخده بطوله الصين، ما دي عندها جماهيريه كبيره جدا، بتلعب ضد النادي الاهلي، يا اسبانيا، المانيا، البرتغال، اي فرقه من الفرق دي كلها، تمام، لما تيجي بتلعب النادي الاهلي دي جماهيريه كبيره، خد بالك، للنادي الاهلي. غيرك ما وصلش، يتمنى الوصول، تمام، ولكن القطارات احيانا ما بتوصلش في ميعادها، يعني انت النهارده ممكن يعني انت بتحاول توصل بس للاسف انت بتبقى متاخر عن القطر شويه، طيارتك مش يعني ميعادها مش مظبوط بالنسبه لك، قدراتك وامكانياتك ما بتوصلكش انك توصل، لكن انت هل نشك او هل حد في الدنيا يشك ان اي نادي في افريقيا يتمنى الوصول لكاس العالم للانديه؟ لا طبعا، الناس كلها تتمنى الوصول لكاس العالم، حتى لو كان كاس العالم ده بيهزروا فيه، حتى لا انا اسف يعني لو كان بنلعب فيه خماسي، تمام، ولكن كل انديه العالم تتمنى، ليه؟ لانك انت صاحب اللقب، انت بتاخد بطوله البطوله القاريه بتاعتك، زي ما طلع برضو شويه منافسين شويه ناس قال لك ايه ده الدوري اجمد من افريقيا، عم انت بتتكلم في البطيخ، خد بالك والله العظيم يا كابتن بتتكلم في البطيخ، انت بتتكلم في ايه؟ في الفرقه اللي بتوصل المفترض يا كابتن دي ابطال يعني الدول بتاعتها، يعني ابطال المغرب، ابطال تونس، ابطال نيجيريا، ابطال الجزائر، ابطال مصر، ابطال كل الفرق، كاميرون، ابطال كل جنوب افريقيا، هم عارفين يا بلال، هم عارفين. بص هو كابتن الناس بتحب ايه؟ كذب. لا مش كذب ولا حاجه، الناس بتحب تصغر من الانجازات بتاعتك، تمام، ليه؟ لان هو انا دايما بص انا هو الكبير، تمام، الناس بتحاول ايه؟ تشده لتحت، صح، تمام، ما لو ما قدرش يوصل لفوق، فانت النهارده عشان انت كبير يا كابتن عادل، الناس بتحاول ان هي تشدك لتحت، تشدك تنزل، لا مش قادر يوصل لك يوصل لك ازاي؟ انت عندك 10 بطولات قاريه، رقم كبير جدا، اللي تحتيك على طول عنده 5 اقل، النص تقريبا، 5 النص تقريبا، خد بالك، في الدوري العام كذلك، في كاس مصر كذلك، في السوبر كذلك، في توتال البطولات كذلك، فانت النهارده ايه اللي ممكن انا يعني اعمله علشان خاطر يعني اوقعك شويه؟ اني اقلل من الانجازات بتاعتك، اقلل من الامكانيات بتاعتك، اقلل من البطولات بتاعتك، اقلل من كل حاجه انت بتعملها عشان خاطر ايه؟ يعني اخليك تهدى شويه، اخليك تقع نفسيا على الاقل، فيجي انت النهارده الاعلام بتاع الفرقه الثانيه، اصل كاس العالم للانديه ده بطوله تحصيل حاصل، اصل انت هي اوكلاند دي فرقه كويسه يا سيدي، حتى لو فرقه وحشه مش مهم، ما انت قبل كده خدت 3 برونزيه في كاس العالم، ده معناه ان انت وصلت للسيمي فاينل في كاس العالم، افضل 4 فرق في على مستوى العالم، واخد بالك، انت واحد منهم 3 مرات، او يعني بتوصل 4 مرات، ولو وصلت النهارده يبقى 5 مرات ان شاء الله، خدت منهم 3، مظبوط، سبت منهم 3 مرات، مظبوط، فده معناه ان انت انجازاتك قويه جدا جدا، لسه ما حققتش الانجاز الكبير اللي كلنا بنطمع ونطمح بيه ان شاء الله باذن الله تعالى، هو وصول للفاينل باذن الله ان شاء الله يعني، ولكن طول ما انت بتحاول، طول ما انت موجود، طول ما انت يعني عندك الطموح ما بيقفش، طول ما انت تقدر توصل في يوم من الايام باذن الله ان شاء الله، يعني يمكن عشان هم اكتر فرقه ما دخلش فيها جون في كاس العالم للانديه، هم ايوه اكتر فرقه فعلا كابتن شريف، زيرو سيف كابتن شريف، نتكلم بقى على تشكيل النادي الاهلي النهارده، اسمحك بس تشوف اسامه برضو ليه راي في حكايه، لا ما احنا هنتكلم فيها، اتفضل، زي ما قلنا الخط الامامي بالكامل متغير النهارده، المستر كولر بيلعب بنفس الاسلوب 4-3-3، ما غيرهاش نفس الطريقه، مع ان الخصم مختلف اكيد، زي ما شياتل شافتنا واتفرجت علينا اكيد في بعض
المقاطع وبعض الفيديوهات وصلت لأجهزة الفنية للنادي الأهلي واتفرجوا على فرقة سياتل بتلعب ازاي. احنا كلنا متفقين مع بعض واحنا اتفرجنا على بعض المقاطع وشفنا ان الخلل اللي في هذا الفريق هو الاثنين اللي في العمق الدفاعي، خط الدفاع اللي هو انت تقدر تلعب الباص ان بتوين اللي اتعمل لمحمد شريف في الهدف الثاني في اوكلاند سيتي لو تفتكر الباص ده. أي. كان متهيألي حمدي فتحي لمحمد شريف. أي مزبوط. راح على الجول. هي دي ضرب عندهم ثقة زايدة في الانتشار والاندفاع للأمام. صح. وما بيفرقش معهم. أعتقد بعد ما اتفرجوا على الأهلي وشافوا الأهلي بيهجم على الفرق في جوه على دفاعاتهم وعلى نص ملعبهم ممكن يبقى في تحفظ، ما اعرفش، ما افتكرش. دي اللي انا بقولك ما افتكرش. اللي تكسبه لعبه. لا انا بتكلم على الفرق التانية. انا اسلوبي اللي هلعب بيه اللي ما تبقى عندك فرقة جامدة زي دي او زي ما بيقولوا يعني ان هي فرقة جامدة وكلام من ده، اضغط عليهم اسلبهم انه يستلم الكرة براحته. ناس كتير النهارده بتقول انا هلعب سيب الاستحواذ ولا مع الكونتر اتاك السريع بالنسبه للعيبه بتاعتنا. اعتقد الشكل الثلاث مهاجمين بتوعنا مع ثلاثة نص الملعب بتوعنا دول ما ينفعش يبقوا ديفندرز. يعني بريستاو انا ما ينفعش بالنسبه لي هو كهربا يبقى ديفندرز. لا لازم يكونوا من قدام وعلى يعني اقصى حاجه هيدافعوا تلت الملعب، مش هيخلوهم يوصلوا لغايه نص الملعب عندنا، لازم يقابلوهم، مش هيخلوهم يحضروا. وهيشوفوا برضو حاله استكشافيه ايمن. أيوة. في حاله ان الكره بتبقى مع حارس مرمى امريكا، الفرقه دي بتحضر من تحت ولا بيلعبوا كره طويله. أيوة. ما دي كمان بتستكشفها في كل الاوقات. مزبوط. فانت بتدي ضربتك من الاول للخصم او رسالتك، انا راجل جاي عشان اكسب، انا راجل جاي عشان اهدف. في نفس الوقت بتستغل سرعات طاهر محمد طاهر وبرستاو وكهربا والباكينج بتاع نص ملعبك. نص ملعبك بيمتد النهارده بحمدي فتحي والسولية وديانج. التلاته احنا مش عارفين مين فيهم الديفندر ومين فيهم الفرويد ومين فيهم التلاته عاملين هارموني. ان انا نفسي مش شايف ان ديانج ديفندر الا في حاله واحده لما بتبقى كورنر لينا ضربه ثابته اللي هو كله طالع وهو اللي واقف بيستلم الريسيفنج اللي جاي الكره الثانيه اللي بتترد. مظبوط. وفي نفس الوقت بيعمل تغطيه على الاجناب بالنسبه حسب الكره هتيجي منين. صحيح. عمرو السوليه الميكانيزم والكي اوف باسنج، يعني هو اللي بيامن لك الباصه السليمه والرؤيه ازاي يحول للناحيه الثانيه. حلوه دي عشان احنا بنلعب امريكا، انت برضو اللغه مطلوبه. انا لغتي فرنسويه بس انا هتعامل معاك بالانجليزي. ماشي. فما اديتك واحده دوبل فاس واجهين لعمله واحده بس انت ما خدتش بالك. لا خدت بالي والله. انت كويس يا ايمن في الانجليزي. وانت جاي اصلا من امريكا. بالنسبه لحمدي فتحي هو اللي كان مكلف باداء الادوار الهجوميه الماتش اللي فات. يعني حتى ما شفناهوش ثابت في نص الملعب. وسوليه. لا بس حمدي كان اكتر. وحاول ديانج، انت عارف كده؟ يعني بس حمدي كان اكتر. ايه اللي بيخليهم يعملوا ده كله؟ حاله المنافس اللي قدامك، حاله البدني بتاعك انت اللي بيطمعك اكتر. هو حسين الشحات جاب الجول الاولاني منين؟ شو ده تسديده من بره 18 منين؟ من جوه من القلب. من عند هو بيلعب ناحيه اليمين. من جوه من جوه. والتحرر اللي حصل. فيبقى مستر كولر بيدي اللعيبه دي كلها التحرر. ليه؟ لان عندك محمد هاني ما شاء الله الله اكبر مالي حته اليمين. صحيح. مخلي الراجل اللي بيلعب ناحيته حر يخش جوه يطلع بره، هو الراجل ده واقف في الحته دي. صحيح. عنده تعامل كبير جدا. بدون ان انا اطول على الكل وعلينا ونروح لاسامه، الفرقه بنفس الشكل والجهود اللي حصل نفس الشكل طبيعه الاداء في المباراه اللي فاتت لو قدروا 60 70% يحققوها النهارده باذن الله الفوز هيكون قريب جدا باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه نتكلم بقى على تغيير الخط الامامي بالكامل. هي وجهه نظر مستر كولر ايه في التغيير ده؟ انا وجهه نظري انه اولا عامه لما بتلعب في بطوله وخروج مغلوب او بطوله مش دوري بيبقى في شكل ثابت للفريق كويس، والتغييرات بتبقى في حدود دقيقه جدا دايق. ويمكن انا المره اللي فاتت قلت كده بكتير واحد على مثلا اكثر ممكن واحد او اثنين ده على اكثر تقدير يعني، وبالذات في الخط الامامي. مظبوط. يعني صعب جدا فرقه تكون
عندها حراسة المرمى، التنظيم الدفاعي اللي هم الرباعي الدفاعي ووسط الملعب بيأدي بشكل كويس، واجي ألعب فيها. بس احنا تعودنا من مستر كرة التغيير في الخط الأمامي ده. ما انا هقول لك ماشي، فالتغييرات تملي إذا حصلت تحصل في الخط الأمامي صح، لأن تأثيرها على الفرقة مش هيبقى سلبي زي الخط الخلفي ونص الملعب مزبوط. إنك أنت ممكن تتلقى أهداف أو يتلخبطوا أو كده صح. فده من حيث منطق المدربين يعني. بالنسبة للخط الأمامي هو بيغير فيه ليه؟ مش عشان إراحة اللاعبين، أنا مع اختلاف في الموضوع ده، مش عشان إراحة اللاعبين. لو هو عشان إراحة اللاعبين كان ممكن يغير اي حد تاني، كان ممكن يلعب عمرو السليه مثلا ويلعب قفشه، كان ممكن يقعد اليو ديانج ويلعب مروان عطيه، كان ممكن يقعد محمد هاني ويلعب خالد عبد الفتاح. هي مش عشان يريح اللعيبه. طيب وجهه نظري هقول لك بقى، دي وجهه نظري ماشي. اولا طاهر، محمد طاهر بالنسبه له كان من الاساسيين ومن العواميد الاساسيه انه بيلعبه قبل حسين الشحات كويس. بيرسي تاو لما لعبه في راس الحربه هو نفسه قال ان انا لقيت ان بيأدي بشكل كويس قوي، ولما جاب جون والتاني في ماتشين ورا بعض بعد كده اتصاب، قال لك انا لقيت ضلتي في بيرسي تاو انه يبقى لاعب راس حربة. مظبوط. ادي التاني. كهربا طبعا الاوقات اللي لعب فيها وجاب فيها جوان كان مميز. فتغييراته انا اقول لك ماشي. فتغييراته في الخط الامامي كويس. مش عشان انه عايز يريح احمد عبد الله، وجهه نظري، ومحمد شريف وحسين الشحات كويس. هو عنده قناعه ان طاهر وبيرسي تاو وايضا كهربا اولا لا يقلوا عن دول، اذا ما كانوش بالنسبه له قبل دول كمان، قبل يعني قبل حسين كمان وقبل شريف وقبل احمد عبد القادر. بس هو لما دول كانوا مصابين كان بيلعب بالناس دي، يعني حسين دخل وشريف دخل لعب واحمد عبد القادر خد فتره راحه لما طاهر لما يعني قعدوا فتره طويله لما كان طاهر موجود. فانا اعتقد ان هو بيلعب الناس دي لغرض انه اولا هم لا يقلوا عن الثلاثه اللي ريحوا من وجهه نظره تقييم، لانه كل مدير فني بيقيم لاعبته، في ناس بتبقى رقم واحد عندي، في ناس بتبقى اتنين، في ناس بتبقى ثلاثه، في ناس اساسيه ما اقدرش استغنى عنها. فهمت؟ هو تقييمه بالنسبه له في السته دولت ان هم قريبين فعايز يلعب الناس دي لانها لعبت جزء من الماتش اللي فات، وبيرسي تاو جاب جون، طاهر ابتدى يأدي ويخش، كهربا نفس الشيء بقى له كان كم لعب ماتشين وثم ريح ثم ابتدى يلعب تاني، فعايز يلعبهم ويبقوا جاهزين ان ممكن بعد كده لو دخل في الادوار الجايه انه حتى منهم حد هيبقى اساسي يعني مش شرط فقط ان هو قعد الثلاثة في الخط الامامي عشان اراحتهم، والا كانت حصلت في خطوط تانية او في لعيبة تانية. ايوه فاهم قصدك، دي وجهة نظرك. دي وجهة نظري. وفعلا هم ستة قريبين في المستوى من بعض. ممكن جدا برضو احمد عبد القادر الماتش اللي فات. طب انت شايف ايه؟ ما انا بقول لك مش الثلاثة دول اللعيبة كويسين. ما هو ما انا بقول لك انت شايف في التقييم اللي انت قلته. انا بالنسبة لي كوجهة نظر لما بلعب بفرقه وبتكسب ما تحبش تغير، ما احبش او التغيير يبقى في حدود ضيقه، لكن انا قلت لك اعتقد وجهه نظره ان التقارب في المستوى بين السته دولت ما فيش فرق، بالعكس هو كان مقيم ناس فيهم ان هم اللي هم الاساسيين زي طاهر مثلا زي فعشان كده غير فيها، عشان كده ما لعبش في نص الملعب ولا ورا لانه دولت بالنسبه له تقييمهم في الفتره دي هم دول احسن ناس، اميز ناس واحسن ناس يلعبوا، يعني ان هم دول اميز من ناس ثانيه. دي وجهه نظري في النقطه دي. طب بالنسبه كابتن، بالنسبه طبعا علي معلول ومحمد هاني كانوا من نجوم الماتش اللي فات وعندهم قدرات في الناحيه الهجوميه بيأدوها بشكل كويس. محمد هاني بقى له فتره حالته جيده جدا. علي معلول نفس الشيء، عنده قدرات هجوميه هايله. محمد عبد المنعم ومتولي منسجمين مع بعض، واحنا قلنا نفس الشيء اللي اتعمل مع محمد عبد المنعم ومحمود متولي مع رامي ومع ياسر. رامي وياسر لعبوا بعض الماتشات وكانوا كويسين لكن اول ما رجع متولي ومحمد عبد المنعم لعبهم لان هو بالنسبه له هم دول التقييم الاولاني. ايوه يعني هم دول في المرحله دي هم دول الاساسيين في الفرقه نمره واحد.
نمرة واحد بالنسبة له. بقى ماشيين بشكل كويس طبعا الشناوي. الفكرة بقى اللي هو فكر فيها بتاعت إليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي هي دي اللي هو على طول بيلعب كل ماتشات 4-2-3-1. التلاتة دول شكلا بنلعب 4-3-3 بس فعليا لما بتيجي انت في الماتش وحتى الماتش اللي فات حمدي فتحي بيلعب لقدام قوي. صحيح. ما بيلعبش في الـ في الـ في الـ في الشكل الطبيعي بتاعه ان هو وسط ملعب مدافع. لا بيلعب واخد شكل هجومي. وانا قلت لك هو في ماتش الزمالك كان من اخطر اللعيبه اللي في الخط لما طلع كان في كل الكور تقريبا الثلاث اجوان جم كان مؤثر فيهم. فما حتى الماتش اللي فات كان على طول تلاقيه بيضغط قدام مع شريف. صحيح. كرس حربة تاني مدي الحته الدفاعيه لإليو ديانج هو رقم 6 قدام المدافعين وعمرو السولية بيعمل الاثنين بقى اللي هو 8. أيوة. اللي هو بين وبين يعني بيطلع وبيرجع تاني. صحيح. وحمدي فتحي واخد مهام هجوميه اكتر لكن لو احتاجه لو لقى نص الملعب في فرقه امريكا او فيها يعني ضغط كتير او فرقه فيها جري كتير في نص الملعب هيرجع حمدي يبقى ديانج هو رقم 6 وشماله حمدي ويمينه عمرو او العكس. صحيح. يعني طيب كابتن عادل كابتن اسامه قال ان هو دي وجهه نظره في ان الثلاثي اللي متغير قدام هم من وجهه نظر مستر كولر هم اللي هم يعني يفترض ان هم يلعبوا بصفه اساسيه وخصوصا بعد عودتهم كانوا مميزين. طاهر محمد طاهر عمل شويه الماتش اللي فات كهربا ماتشين ثلاثه اللي خدهم او اجزاء من الماتشات كان مميز. بيرسي تاو هو اصلا اتكلم عليه كويس ولما رجع الماتش اللي فات بيرسي تاو ولعب جزء بسيط احرز هدف ويمكن وصل مرتين ثلاثه ولكن برضه هو ممكن يكون شاف الفرقه الثانيه وبص عليها. الفرقه الثانيه عندها مشاكل في النواحي الدفاعيه وهم مميزين في حته القوه البدنيه فممكن يكون التغيير برضه بسبب ان الفرقه الثانيه عندها نقاط ضعف في خط الدفاع. يعني معانا مثلا على الشاشه بص يا كابتن عادل الفرقه الخضراء هي فرقه سياتل. بص المساحات ده نفس الجون اللي احنا جبناه بس بص المساحات نرجع بالكره دي تاني بعد اذنك. لا احنا عايزين نرجع بالجول ده تاني. بص هما بيعملوا ايه هما بيضغطوا بس بص بقى ورا وده طبعا خط الدفاع اضعف خط عنده. فقال هو فكر في كهربا وطاهر وبيرسي تاو علشان اللعب في الحتة الفاضية وعشان السرعات. يعني دي حالة تانية برضو يا كابتن. طب نتفرج عليها ماشي ده برضو خلي بالك الكرة معاهم بص كم واحد بيهاجم. شايف كم واحد بيهاجم 9 تقريبا او 8 تمام وتردت عليهم جول. تمام. طب بص يا كابتن خلينا نتكلم تكتيكيا باسلوب مدرب محترف مثلا زي كولر. ماشي. في مدرسه في التدريب وانت يمكن قلتها في كلامك بيثبتوا الناحيه الدفاعيه. عنده ثوابت في الناحيه الدفاعيه. صح. هو نفسه لما متولي غاب بالاصابه رجعه يلعب تاني، من يغيب في الاصابه ورجعه يلعب، لو رجعت للذاكره بتاعتك تلاقيهم هم اللي بداوا الدوري وبداوا بطوله افريقيا. الأربعة اللي وراه والثلاثة بتوع نص الملعب. هو الثوابت بتاعته في التغيير بيشتغل على الحتت اللي هي من وجهة نظره ما فيهاش ريسك ناحية الهجومية. ناحية الهجومية اللعيبة يا كابتن شريف ودي حاجة مهمة أنت راجل فرود وبلال راجل فرود كابتن أسامة كان نص الملعب كابتن أيمن كان راجل فرود. أحيانا الفرود ممكن يخفق كتير لكن يرجع بجون. لكن السرد باكات لو اخفق يرجع بعد مده طويله عشان كده هم ما بيعملش الريسك ورا يعمل ريسك في الحته اللي قدام. مش معنى ان لاعب الثلاثه اللي هم قدام ان الثلاثه افضل من عنده افضل من الثلاثه برضو اللي قدام عنده. هو محمد شريف مثلا خد كتير وادى لشريف وادى لشادي يدي لشريف وادى لشادي يدي لما جه محقق كهربا تفرق كتير. نستأذنك كابتن عادل معلش انا عارف ناخد بكريم تطلع. انا عارف انت بختك حلو انت بختك حلو لا دايما. انت لا هو مش بختك في التالت على طول بتفقل. لازم نروح لزميلنا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. مساء
مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، ومساء الخير على كل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله النهارده باذن الله تكون فرحه مهمه جدا زي الفرحه الاولى بالاداء والنتيجه. والحقيقه يمكن مستر كولر زي ما شفنا التشكيل يعني عايز ينهي ويبدا في نفس الوقت، يعني النهايه كانت كده الحقيقه في المباراه الماضيه، فيمكن البدايه تكون ثلاثي متغير فيه التشكيل. يا رب ان شاء الله يكون قدر ان هو يقف على خط اللعب والاستراتيجيات وكل الامور دي الحقيقه. لكن يعني يمكن لافت نظري هنا في المدرجات يعني عدد الجمهور قليل طبعا نقول عن المباراه الافتتاحيه. طبعا بنعمل كالعاده من نشاطنا المغاربه ان هو يكونوا متواجدين في الكثافه في الاستاد، لكن اللي متواجد يعني بشكل واضح وبشكل ملفت الحقيقه هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي متواجد صوت الحقيقه المدرج واصل للعيبه نادي الكل لعيبه النادي الاهلي. ويا رب ان شاء الله باذن الله الظروف تكون معانا النهارده في هذه المباراه الصعبه، صعبه جدا محتاجه تركيز كبير من كل لعيبتنا. ويا رب ان شاء الله كل الامور تكون في صالحنا. طمني على الاجواء بالنسبه للملعب، بالنسبه للطقس، بالنسبه للعيبه. ملعب كالعاده حاجه رائعه وممتازه. لعيبه النادي الاهلي يعني مستفيد الامس وحاله التركيز اللي بنقول عليها، وبنأكد احترام كبير جدا للمنافس وكابتن ايمن. يعني انت عارف القيمه الفلسفيه فريق سياتل قيمه كبيره جدا عندهم، اكثر من عنصر الحقيقه مميز. المدير الفني بيحاول ان هو يدعم بشكل كبير، لكن الاحترام الكبير اللي برضه النادي الاهلي للمنافس ده امر مهم جدا، وده بيدينا طمانينه ان هي كره قدم 90 دقيقه بالقلب والروح الكبيره المعروفه على النادي الاهلي تقدر بمشيئه الله ان شاء الله تتحقق. لعيبه النادي الاهلي كانت قافله على نفسها، فريق اللي بقاله 6 شهور ما بيلعبش، بقاله اي خلل في الامور تعدد. اتبشرنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى حضرتك يا رب الملعب زي ما بنقول. يا رب تشتغل معاك يا كابتن. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله كريم. شكرا يا كريم، الف شكر. اتفضل يا كابتن عادل. ارجع للحته بتاع التكتيك، يعني انت الحته بتاعت مستر كولر في الناحيه الهجوميه، الثلاثه اللي قدام يا كابتن ايمن، دايما الثلاثه اللي قدام التغيير اللي هو بيحب يغيره، لانه ممكن يعمل مرحله ثانيه من الهجوم. يعني هو بدا بثلاثه متغيرين، محمد شريف جايب جونين وماشي كويس، صح، حسين الشحات هايل وماشي كويس، عبد القادر من افضل لاعيبه الماتش اللي فات، ولكن الموضوع زي ما اتفقنا انه مش لازم يلعبوا الماتش اللي بعده. الفرقه الثانيه زي ما انت قلت يا كابتن ايمن، الحته الدفاعيه عندهم ممكن تكون عندهم بطء، عندهم مثلا عايزين سرعات زي طاهر عبد القادر، مش عايزين عبد القادر مش سريع، لا بس بيحب ياخد الكره في رجله، مش سريع، لا اسلوب اللعب، اسلوب اللعب. هو بص يا كابتن اسامه، بص هو ايه المبرر ان هو يغيرهم؟ لو المبرر اللي هو مغيره، المبرر ان دولت ناس بالنسبه له كانوا اساسيين ومهمين قوي بالنسبه له، لو هو عمل كده يبقى راجل غلطان 100%، لانه ما ينفعش غلطان. انا غلطان دي وجهه نظر، يعني لا هقول لك حاجه، لا ما ينفعش انا ثلاث لعيبه زي شريف وزي حسين وزي مثلا عبد القادر، لعيبه جامده قوي ولعيبه كويسه قوي، عشان هو مقتنع بالثلاثه التانيين هيقعدهم هم كويسين. طب ما ممكن نفسيا الثلاثه يتهدوا، مش كده هو لما بيقعدهم هو معنى كده ان هو بعدهم، ما هو هيبقى ليهم دور في الدور في الشوط الثاني في اثناء المباراه كولر إيه. لكن انا بس انا اتكلمت على حاجه واحده، إراحة الثلاثة مش مجرد انه عايز يريحهم، مش مجرد انه عشان لعبوا ماتش من ثلاثة عايز يريحهم، ولا كان رايح في مكان ثاني. انا بتكلم في ايه يا كابتن؟ لا انا بتكلم في ايه؟ مشكلة كولر كان في البداية مع المهاجمين بتاع النادي الاهلي، وانتوا عارفينها كلنا، انه ما كانش مثبت راس حربة، ويمكن بلال اتكلم في الموضوع ده كتير، على ان ادي الراس حربة فرصة واثنين وثلاثة، لان ده راس حربة مثلا يلعب شادي اسبوع شوط، يلعب محمد شريف شوط، الماتش اللي بعده شريف اللي يلعب، وبعدين شادر. يعني كلنا اتكلمنا في الموضوع ده. طب يعني هو مقتنع بكهربا، ده من كهربا لسه راجع، يعني كهربا لعب معاه ماتش واحد، هيقتنع ببيرسي تاون؟ ما بيرسي تاون متعور على طول وبيتعور على طول، يعني الافضل ان هو يقتنع بناس ما بيتعوروش وما بيقعدوش فترات كبيره بره الملعب. لا هي العمليه من وجهه نظري. طب لو هي مش قناعه، لا انا بلعبهم ليه ماتش حقيقي؟ انا بتكلم وجهه نظري. أيوة. انا يا كابتن وجهه نظري، وانا قلتها كتير، ويمكن الكابتن ايمن اتكلمنا فيها باستفاضه الاستوديو اللي فات، وانا قلت الكلام ده مسبقا قبل ما يقوله مستر كولر. قال الفرق الكبيره دايما في العالم ما ينفعش انك انت تقدر تلعب بكل رجل لمباراه، عندك تغييرات كتير، ممكن تغير ثلاث لعيبه، وهو غير ثلاث لعيبه النهارده، ما فيش مشكله، ممكن يغير اربع لعيبه،
عنده للمباراه. لا دي وجهات لان نظر. لا لان يعني دي وجهات نظر بين مدربين هقول لك. لا يا كابتن شفنا كاس العالم وشفنا ماتشات كتيره مش شرط ان انا اغير. بيحصل ممكن اغير واحد اثنين كان مش شرط. بيحصل كده في كاس العالم. حصل كده في اكتر من فرقه. مين في لاعب في اثنين يعني هو يعني مثلا اجي المنتخب الفرنسي اغير خط الامامي كله المنتخب الارجنتيني اغير خط عمل اغير واحد عملوا كده في ماتشات في كاس العالم ماشي في بعض الماتشات في اغير بعض ما انا ده بعد الماتشات انا بس عايز اقول اكمل دي وجهه نظري انا مش انا مقتنع بمستر كولر في موضوع مهم جدا اللي هو حته انه ثوابت في منطقه ومنطقه تانية ممكن اشتغل فيها والعب فيها انا عندي 6 لعيبه على اعلى مستوى لو حطينا الستة لعيبه دول مع بعض هو عمل بينهم تنافس عارف ممكن تكون وجهه نظره ايه النهارده عاوز اللي فنش بيهم يلعب بيهم يوريهم ويعكس عشان التانيين لما ينزلوا يكسبوه وجهه نظر وانا بحب حته التنافس اقول لك حاجه من افضل الفترات لينا لما جم اللعيبه الجداد لما اتعمل صفقات تشد اللعيبه طول عمر كده الحضري ما بقاش حضري الا لما جابوا نادر السيد ولو فاكرين لانه الحضري كان طول الوقت حاسس انه هيلعب حاسس لوحده انه بيلعب لكن لما جاله نادر السيد عيل تاني الحضري وما بقاش يموت نفسه اي منافس انا ما بكلمش على التنافس يا منافس. عادل انا ما بكلمش على التنافس 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 لازم يبقى موجود في بالذات الفرق الكبيره لا انا بقول لك على كولر لا انا بقول لك انا بقول لك التنافس لازم يبقى موجود ده طبيعي في اي فرقه في الدنيا وبالذات الفرق الكبيره زي النادي الاهلي انا وجهه نظري انا مش وجهه نظر كولر انا بتكلم وجهه نظري انا ايوه انا بتكلم دايما علشان انجح كمدرب اعمل تنافس في مراكز ما بين اللعيبه تنافس جيد اخلي اللعيبه اوقات لما الاقيك هتنتهي مني اجيبك واشدك زي ما كولر بيعمل واحيانا اخليكوا تضربوا ببعض زي اللي بيحصل النهارده يعني تفتكر ان النهارده الثلاث مهاجمين اللي لعبوا الثلاث مهاجمين اللي الماتش اللي فات ونجحوا وكسروا الدنيا انا ممكن انا بحب التغييرات المحدوده لكن انت ما اتفرجتش على سيادة المشكله عند فرقه امريكا دلوقتي مديلها بثلاث لعيبه هيبتدي بيهم هم كانوا مفكرين انه هيلعب فكرة بالاساسيين دول انما شافوهم برضو خلينا شافوا خطورتهم القصه مع الفرقه بتاعتنا كابتن اخر كلمه فضل اخر كلمه فضل. اخر كلمه عايز اقول لك في انديه متوسطه وانديه كبيره وانديه تحت الاهلي نادي كبير النادي الكبير بيبقى عنده 25 لعيب 25 لعيب ممكن يكون 18 لعيب لازم يكونوا كويسين قوي والباقي ممكن يبقوا كويسين يساندوا لكن كل ما يبقى عندك الفرقه فيها عدد من اللاعبين افضل يعني انا دلوقتي من ايه ماتش اهلي وزمالك كان عندي 11 بقول يا رب لاعب مين وخايف وانا عندي غيابات والحاجات دي ما هو دي حاجه كويسه انا عندي 6 3 قاعدين وثلاثة مكسرين الدنيا وقعدوا وجهه نظر مدرب انا بحترمها انا شايف ان هو اتفرج على سياتل كويس عشان كده غير لعيبته وهيلعب بمين وان شاء الله نشوف النهارده بإذن الله ينجحوا وموجه تانية لو الموجه دي ما جاتش كويس ينزل احنا ما بنتكلمش ان الناس دي مش قليله مطاير كان اساسي وبيرستو كان اساسي وكهرباء قالوا فتره مش بنتكلم على لا التغيير التغيير عدد كبير دلوقتي ماشي عادل مش ثلاث لعيبه عادل انت دخلتني في حته التنافس وطبيعي فرقه الاهلي لازم يبقى فيها تنافس او الفرق الكبيره ايوه اتكلمنا على ان دول لعيبه هايلين وكانوا اساسيين قبل الاصابه طاهر وبيرسي تاو الفتره لا انت الاخيره بتتكلم على الثلاثه اللي لعبوا دول هو اللي مقتنع بيهم ان هم اساسيين لا طيب خلينا نتكلم على تشكيل سياتل ساوندرز الامريكي كابتن بلال سياتل بيلعب النهارده بطريقه 4 2 3 1 ستيفن فراي حراس المرمى رباعي خط الظهر الكسندر رولدان ظهير ايمن نيوهو تولو ده من الكاميرون ظهير ايسر راجن ويمار جوميز قلبي دفاع اثنين في نص الملعب اتنيسيو والبرت روزناك ورباعي المقدمه موريس جوردان لوديرو كريستيان رولدان وراؤول رودياز اللي هو هداف الفريق ولو انه السنه اللي فاتت احرز 9 اهداف بس لانه يعني كان كثير الاصابات. يلعبوا 4 2 3 1 مستر كولر هيقابلهم
4 2 3 1 تنفيذا في الملعب ولا هيقابلهم 4 3 3؟ لا 4 3 3 اكيد يعني، يعني هيلعب بنفس طريقه المباراه اللي فاتت. طبعا الخصم مختلف تماما يعني. فريق سياتل افضل بكتير جدا من اوكلاند سيتي، عندهم سرعات، فرقه يعني الدوري الامريكي بيتميز بالسرعات الحقيقه اللي موجوده فيه، ممكن ما يكونش فيه مهارات عاليه كتير لكنه فيه قوه وفيه سرعه. مظبوط. وده ما اصبح يميز الدوري الامريكي في مؤخرا، الكباتن اتكلموا على الكره في امريكا اصبحت متطوره، ام ال اس يعني دوري اصبح متطور بشكل كبير وبيجذب لعيبه كتيره جدا، وعمل زي ما السعوديه بتعمل في الوقت الحالي ان هي كريستيانو رونالدو وشويه عايزين يجيبوا ما اعرفش، وبيدوروا على ميسي وبيدوروا على صلاح وبيدوروا على اللعيبه الكبيره عشان يعملوا براند كويس، عشان يعملوا اسم كويس للدوري السعودي. النهارده الدوري الامريكي عمل كده، صحيح. بيكهام وتيري هنري وشويه كانوا عايزين يجيبوا رونالدينيو واسماء كبيره راحت، واخرهم كامبيل واسماء كبيره راحت عشان يعمل اسم للدوري عشان يجذب الانظار اليه. دوري كويس. بيل خد البطوله مع لوس انجلوس اف سي البطوله الماضيه يعني. فرقه اعتقد ان هي يعني من خلال متابعتنا للدوري او حتى منتخب امريكا بيمتازوا بالسرعه والتكتيك، يعني هم اصبح عندهم تكتيك عالي في الكوره، يعني بيلعبوا الكوره بسرعه جدا وبيقفلوا مساحات كويس وبيشتغلوا كويس وبيلعبوا هجمات مرتده بشكل قوي جدا جدا، ده طبيعه اللعب الامريكي بشكل عام وده طبيعه منتخب امريكا في الاداء بتاعه. النهارده المباراه ممكن يكون عندهم لعيبه من امريكا الجنوبيه برضه. النهارده ممكن خد بالك يكتذبوا اللعيبه بتاعت امريكا الجنوبيه عشان يعلوا المهاره شويه. النهارده المباراه ممكن تكون اصعب لو الفريق ده في القمه بتاعته، لكن انا سمعت ان هو في فترات الاعداد، فممكن النهارده فرصه جيده بالنسبه للنادي الاهلي ان هو بيقابل الفرقه لسه يعني في البري سيزون بتاعه لسه بيعمل فتره اعداد. صحيح. تمام. لو ادينا بنفس الروح القتاليه بتاعه المباراه اللي فاتت، لو اشتغلنا بنفس المنظومه المباراه اللي فاتت، انت بتعمل ايه؟ انت اشتغلت الشوط الاول، ابتديت الاول مرحله جس نبض في اول 10 دقائق ربع ساعه، لقيت نفسك مسيطر، لقيت الفرقه اللي قدامك اقل منك، فابتديت تركب الجيم بشكل كويس، ابتديت تستحوذ بشكل جيد، تلاقي مساحات تشتغل عليها، حته التغييرات، تغييرات الملعب شفناها اكتر من مره بتتلعب، النادي يحضر، والعب الكرات العكسيه للعيب الفاضي الرايت وينج او الليفت وينج، واشتغلنا عليها بشكل كويس وقدرنا نسجل 3 اهداف حلوين جدا واضعنا اكتر من فرصه كانت محققه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. هل النهارده المباراه ممكن تكون مختلفه؟ المباراه ممكن تكون مختلفه لان الخصم مختلف شويه. ممكن لو بدنيا مش واقفين على رجليهم سياتل المباراه هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي، لكن لو هم جاهزين بدنيا المباراه هتبقى رايحه جايه، لان انت النهارده بتعتمد على المهاره، هو بيعتمد على السرعه والقوه، فالنهارده في ممكن يكون في بالانس شويه يعني في بعض من التوازن، لان انت عندك مهاره بتشتغل عليها هتقفل كويس الخط الامامي الكباتن يعني اتكلموا فيه يعني بما لذ وطاب يعني وجهه النظر هنا وجهه النظر هناك. بس هو مستر كولر بيقول في تصريحاته دايما ان هو بيلعب كل مباراه باسلوب وفكر مختلف. شوف طبقا لاختلاف الخصم، خد بالك امتى الكلام ده يبقى ناخده يعني بعين الاعتبار في الماتشات الكبيره. انا هلعب النهارده الزمالك، فرقه مفترض ان هي ايه الى حد ما ند بالند يعني. تمام. فانت بتلعب على قدرات الخصم الهجوميه وعلى الويكنس بوينتس اللي عنده اللي هي في الحته الدفاعيه. تمام. انا بقول ايه مثلا يعني نادي الزمالك عنده مشاكل في الحته الدفاعيه في الحته الفلانيه، تمام، على اطراف الملعب، او عنده مشاكل في القلب، فابتدي اشتغل على الحته دي بالعناصر اللي موجوده عني، سواء اذا كانت العناصر اللي عندها سرعه او الناس اللي عندها مهاره. تمام. النهارده سياتل الفرقه برده كبيره، فرقه مش صغيره، فانت هتشتغل عليه. تمام. هتدرس الجيم في الحته دي، لكن الفرق الصغيره اللي انت عارف امكانياتها وقدراتها وانت اكتر منها او افضل منها بكتير، اعتقد ما بتغيرش من 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 التكتيك بتاعك او ما بتغيرش من وجهه نظرك فيها بشكل كبير يعني. انت بتحاول تغير وتتاقلم او تعدل الظروف بتاعتك على الفرق اللي ممكن تكون ايكوال بالنسبه لك او افضل منك في الاداء، تمام، او اقوى منك في الاداء. بتحاول ان انت تدرس الخصم بشكل كويس، بتدور فين نقط الضعف عنده بتشتغل عليها، بتدور فين نقط القوه بتبتدي تشتغل ان انت تقفل على نقط القوه بالنسبه له. عشان كده بقول لك النهارده كابتن ايمن التشكيل حلو، تمام، وانك تلعب بثلاثه في نص ملعب ده امر جيد على فكره عشان تقفل نص ملعب بشكل كويس، عشان يبقى عندك اولا في ميزتين حته انك بتلعب بثلاثه النهارده. الميزه الاولى ان انت هتقفل نص ملعب بثلاثه فلات، تمام، عندهم قدرات دفاعيه. الميزه الثانيه ان عندك واحد فيهم يعني عندك السوليه ممكن يقوم بدور اللعيب رقم 10 يعني، تمام، اللي هو صانع الالعاب، لعيب كويس، لعيب محوري بيقدر يكمل مع الهجمه. وفي الاونه الاخيره احنا شفنا تبادل رائع جدا جدا ما بين حمدي فتحي وما بين السوليه وديانج، يعني ما بقيناش نشوف الثلاثه كثلاثي دفاعي. صحيح. لا،
حمدي فتحي اوقات كتيره جدا ببقى في ال 18، سوليه اوقات كتيره جدا ببقى في ال 18، هاليو ديانج كمان اوقات كتيره ببقى في ال 18. اصبح في تناغم في الاداء، تناسق في الاداء ما بين اللعيبه وبعضها. حتى كمان التمركزات بتاعتهم، يعني لما بيزيد حمدي فتحي بتلاقي السوليه وهاليو ديانج موجودين، لما بيزيدوا السوليه بتلاقي حمدي فتحي وهاليو ديانج الاثنين موجودين، والعكس هاليو ديانج بنفس الموضوع. تمام، لكن في الاساس انت بتشتغل على ان هاليو ديانج هو اللعيب رقم 6 بتاعك في الثلاثه دول. يعني انت لو جيت تصنفهم هتقول ان هاليو ديانج 6، حمدي فتحي وسوليه هما الاثنين 8، بيتحول حمدي فتحي او سوليه للعيب رقم 10، واحد ثاني بيفضل هو اللعيب رقم 8. فانت اثناء الجيم بيحصل فيه تعديلات في المراكز، تمام، اللعيبه حافظاها او متدربه عليها، تمام. صحيح. من الحاجات اللي احنا بنشوفها من حمدي وسوليه وهاليو ديانج، الاهلي اداؤه جيد. الاهلي كمان بقى يعمل حاجه مهمه جدا في الماتشات الكبيره، انك بقيت بتشتغل على 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 الكاونتر اتاك بشكل مميز جدا جدا جدا. صحيح. بتقطع وبتشتغل بسرعه، بتستغل السرعات اللي موجوده عندك. النهارده الكابتن اتكلموا على كهربا، واتكلموا على طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو والتغييرات اللي حصلت. طبيعي التغييرات ده، ما هو كهربا كان اساسي المباراه اللي قبل اللي فاتت على طول، ونزل محمد شريف المباراه اللي بعدها. فانت عندك عناصر متجدده، انا من وجهه نظري الشخصيه ان دي يعني تجديد في العناصر الهجوميه، يعني مش عشان يعني ميزه طبعًا. عند المدير الفني طبعا لما يكون عندي النهارده كهربا لعب ماتشين ورا بعض اساسي، سجل اهداف وصنع، نزل المباراه اللي فاتت صنع اهداف. مزبوط. تمام، فالنهارده محمد شريف لعب ماتشين، المباراه اللي فاتت سجل هدف وتغير ونزل كهربا صنع هدف. فانت عندك القدره كمدير فني انك انت عايز دايما الحته اللي قدام تبقى فيها نشاط مستمر بشكل مستمر. يعني النهارده لعب شريف مباراه بعديها على طول، فالنهارده ممكن يبقى راحة شريف والبدء بكهربا على نفس الليفل نفس المستوى. صحيح. بل بالعكس النهارده ممكن كهربا ان الراحه بتاعته تدي له اولويه او افضليه النهارده في المباراه. صحيح. وكذلك طاهر محمد طاهر او بيرسي تاو اللي نزل وتالق المباراه اللي فاتت والمباراه اللي كمان المباراه اللي قبليها. فالنهارده صحيح. التغييرات بالنسبه لك لا، تغييرات تنشيطيه من وجهه نظري في الجانب الهجومي. ليه؟ صحيح. اي فرقه في الدنيا المنظومه الدفاعيه بتاعتها طول ما انت قريب من خط المرمى المجهود بيبقى قليل. مزبوط. قليل. تمام، فبالتالي الشغل كله البدني قدام، الشغل كله البدني قدام، هتشتغل بالثلاثه اللي قدام بتشتغل. صحيح. تمام، بتتكلم في حوالي 60 متر اللعيبه الحته اللعيبه اللي قدام الثلاثه اللي موجودين قدام أكثر، فالمجهود البدني عالي جدا. صح. فكون ان انت يبقى عندك لعيبه على نفس المستوى تغيرهم من مباراه لمباراه بس على نفس المستوى. أيوه. يا كابتن، لان الكابتن اتكلم. أيوه. برضه في حته ايه، طب ما بتغيرش ورا ليه؟ أيوه. لان انت مجهودك البدني اللي بذلته المباراه اللي فاتت واللي قبلها اقل بكتير جدا. صح. جدا من المجهود اللي اتبذل في الخط الهجومي. فالنهارده لما يكون عندي ثلاثه قدام وتلاتة كمان بنفس المستوى أبدل فيهم، ما يحصلش عندي جاب في المستوى. صحيح. تمام، وهم كمان على فكرة هم نفس طريقة اللعب. لو جيت تبص على التلاتة كهربا ومن شريف طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو من الشحات، تمام، وعبد القادر، أعتقد هم قريبين جدا جدا من بعض، الكواليتي قريبة جدا من بعضها. مفيش واحد مثلا رقم 9 اللي هو المحطة والتاني لا، والتاني اللعيب السريع لا، كلهم بنفس الليفل. فأنا أعتقد التغيير تنشيطي. صحيح. أكثر منه هو تغيير. صحيح. تكتيكي. صحيح. طب نستأذنك كابتن شريف معلش نطمن على الأجواء في فروع النادي الأهلي المختلفة، ونبدأ مع زميلتنا مريم سميح من أهلي الجزيرة. مساء الخير يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن، طبعا برحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يعني من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره لتغطيه طبعا اجواء ما قبل مباراه النادي الاهلي وسياتل ساوندرز في ربع نهائي طبعا كاس العالم للانديه. الحقيقه يعني خلينا اقول لك يا كابتن ايمن ان ما فيش توقعات بالمعنى الحرفي، لان طبعا اكيد يعني نادي سياتل ساوندرز او يعني بطل امريكا والحقيقه شبه مجهول بالنسبه لاغلب جماهير النادي الاهلي. يمكن كان لينا بعض الاحاديث مع الاعضاء يعني قبل المباراه، الحقيقه يعني بالنسبه لهم الخوف من ان هو شبه مجهول، فبالنسبه لهم هم ما لهمش توقعات ولكن كلها طبعا يعني تمنيات. الحقيقه ان هم بيتمنوا ان طريقه اللعب تكون هي نفس طريقه لعب طبعا مستر مارسيل كولر المدير الفني طبعا خلال مباراه اكيد اوكلاند سيتي، يعني شايفين ان هو كان في اداء اوروبي من قبل طبعا اللاعبين في ارض الملعب، وده طبعا الحقيقه اللي احنا شفناه كلنا، شايفين ان هو يعني نكرر تاني اللعب بطريقه 4-3-3 بدل اللعب من 4-3-2-1، وده اللي يعني ادى ليعني وجود اداء اوروبي في ارض الملعب. خليني اقول لك كمان يعني ان هم كانوا بيشيدوا بالاداء البدني للعيبه خلال ايضا مباراه اوكلاند سيتي، والحقيقه ان هم يعني بيتمنوا ان هذه المباراه تاهلنا الحقيقه يعني لنصف النهائي. كل هنا يعني كل
الاعضاء تمنيات ان احنا نقابل ان شاء الله ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل. كمان يعني خلينا اقول لك ان هنا قبل المباراه او يمكن يعني كان الاقبال اقبال حقيقه كبير جدا، يمكن اداره الخدمات كمان عماله بتزود في المقاعد يعني لحظه بلحظه قبل مجيء الجماهير. الحقيقه ان هم كانوا موجودين من البدايه، ده طبعا يعني من قبل حتى الساعه 5 مساء علشان طبعا يشاهدوا مباراه الهلال والوداد، وكانوا موجودين والحقيقه ان هم بيستعدوا طبعا لمشاهده مباراه النادي الاهلي وسياتل ساوندرز. خليني اقول ان في اكتر من 4 أو 5 شاشات متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بيخدموا طبعا كل اعضاء النادي الاهلي علشان يعني يمكن الشاشه الرئيسيه خلاص زي ما احنا شايفين او زي ما انت شايف كابتن ايمن من خلفي، الحقيقه ان هي امتلأت يعني على اخرها. والحقيقه ان هم في كل المقر موفرين حوالي 4500 مقعد، وفي الشاشه الرئيسيه امام الشاشه الرئيسيه حوالي 1500 مقعد. خلينا يعني نقول ان احنا مستمرين معاك يا كابتن ايمن، وان شاء الله نبارك لجمهور النادي الاهلي مقر النادي الاهلي بالجزيره زي ما احنا متعودين. بشكرك جدا، كلمه ليك مره اخرى. شكرا جزيلا للزميله مريم سميح من اهلي الجزيره. ومن اهلي الجزيره نروح سريعا لاهلي مدينه نصر والزميله روزان نصر. مساء الخير يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن وبرحب بضيوفك الكرام نجوم طبعا الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد، مواجهه جديده طبعا، النادي الاهلي امام سياتل ساوندرز الامريكي، مباراه قويه جدا وهامه جدا بالتحديد من امام شاشه العرض الرئيسيه طبعا فرع مدينه نصر. هنقل لحضراتكم كل اجواء ما قبل مباراه طبعا سياتل ساوندرز والنادي الاهلي. يعني خليني اقول ان النهارده الفرع زحمه جدا، يعني تقريبا المباراه طبعا الافتتاحيه بعد الفوز على يعني اوكلاند سيتي، النهارده الفرع زحمه جدا، الكل متحمس لمشاهده المباراه، طبعا كبار سن كمان واطفال متواجدين في كل مكان. يعني عايزه اقول لحضراتكم كمان انه الاعضاء متواجدين تقريبا من 3 ساعات بيحجزوا طبعا مكانهم امام شاشه العرض الرئيسيه لمشاهده المباراه. الكل هنا بيهتف باسم النادي الاهلي، وكلنا طبعا بنهتف باسم النادي الاهلي. كل التوفيق طبعا وكل الدعم لفريقنا الحبيب النادي الاهلي، ونحتفل طبعا بالفوز ونرجع لكم اكيد بالفوز. دي كانت كل طبعا الاجواء هنا من فرع مدينه نصر. بشكرك كابتن ايمن وعوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا للزميله العزيزه روزان نصر. ومن اهلي مدينه نصر نروح سريعا لاهلي الشيخ زايد والزميله ساره حامد. مساء الخير يا ساره. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن، حاليا انا متواجده من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد عشان انقل لكم الاجواء ما قبل مباراه اليوم طبعا الاهلي وسياتل ساوندرز الامريكي بطل الكونكاكاف في الجوله الثانيه من بطوله كاس العالم للانديه 2022. وطبعا المباراه ان شاء الله النهارده هتقام في تمام الساعه 7 مساء في المغرب. خليني اقول لك يا كابتن ايمن، طبعا زي ما حضرتك شايف يعني الاجواء ورايا يمكن بدا يتوافد بالفعل اعضاء النادي الاهلي على فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ويمكن من بدري كمان قبل المباراه بحوالي 4 ساعات يمكن من الساعه 5 بدا يتوافد يعني جميع اعضاء النادي الاهلي على فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. كمان يعني مع اقتراب يعني موعد المباراه يا كابتن ايمن، كل شويه بيزيد يعني اعداد اعضاء النادي الاهلي. كمان خليني اقول لك ان هنا يعني الاجواء اكثر من رائعه، يمكن برغم من انخفاض درجات الحراره، ولكن يعني اعضاء النادي الاهلي مصرين يعني وعندهم اصرار طبعا ان هم يحضروا ويتفرجوا على المباراه هنا داخل فرع النادي الاهلي. زي ما حضرتك عارف ان تبقى الاجواء يعني استثنائيه واجواء مختلفه طبعا لمشاهده المباريات النادي الاهلي من داخل فروع النادي الاهلي، سواء طبعا مقر الجزيره او الشيخ زايد ومدينه نصر. كمان يعني كل الاعضاء يا كابتن ايمن يعني زي ما قلت يمكن من بدري من قبل المباراه بحوالي 4 ساعات، الكل بيتكلم في امور يعني ليها علاقه بالمباراه زي التشكيل النهارده. مستر مارسيل كولر هيبتدي بمين؟ طب هيريح مين؟ يعني مين اللي هيكون طبعا في يعني قياده خط الهجوم؟ طبعا قبل ما يعني يتم الاعلان عن تشكيل النادي الاهلي الكل كان بيتكلم في الامور دي، يعني طبعا سيدات رجال كمان كبار السن ويعني الاطفال، الكل يعني متحمس وعنده شغف ان هو يتفرج طبعا على فريقه النهارده النادي الاهلي لتاني مره في كاس العالم للانديه. فان شاء الله النهارده يعني طبعا يعني زي ما جمهور النادي الاهلي عنده ثقه يا كابتن ايمن في لعيبه النادي الاهلي،
ان شاء الله النهارده نفوز ونحقق طبعا فوز مهم على فريق قوي زي سياتل ساوندرز طبعا الفريق الامريكي. ويمكن بالنسبه لاداره النادي الاهلي يا كابتن ايمن يعني خليني اقول لك كالعاده يعني اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ويعني والاداره التنفيذيه للجميع هنا طبعا يعني يمكن مجهز المقاعد والشاشات العرض لاعضاء النادي الاهلي من بدري طبعا عشان يستقبلوا الاعضاء والكل يبقى عنده الامكانيه والفرصه ان هو يتفرج على المباراه بشكل جيد. فان شاء الله يعني يا كابتن ايمن النهارده نكون مع حضرتك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي يعني زي ما متعودين دايما في جميع المباريات الماضيه كنت مع حضرتك عشان طبعا نحتفل مع جميع اعضاء النادي الاهلي. يمكن دي يعني كانت كابتن ايمن كانت الاجواء هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. بشكر حضرتك جدا والان اعود مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كابتن ايمن تفضل. شكرا جزيلا للزميله العزيزه سلا حامد. طمنا على الاجواء في فروع النادي الاهلي المختلفه. كابتن شريف سريعا توقعاتك للشوط الاول، هيبقى فيه حرص ويعني تحفظ شويه من الفرقتين ولا ممكن يكون فيه مجازفه من احد الفرقتين؟ ده زي ما قلنا اللي حصل المباراه اللي فاتت هو اللي هيحصل نفسه بنفس الشكل بنفس التفكير بنفس الاسلوب. هيحصل مجازفات من فرقه النادي الاهلي لفرقه سياتل، واعتقد برضو هيلعب بشكل ضاغط من اول مباراه. كابتن اسامه سريعا. يعني برضو انا متوقع انه مستر كولر بيلعب بشكل ضاغط من الامام وعملها في اوكلاند سيتي وهيبتدي كده ضاغط من الامام على اساس يغلطهم وبعد كده ممكن يرجع يتحفظ شويه. كابتن عادل. افتكر من فرقه سياتل ولازم ان شاء الله الفرصه الاولى لو ترجمناها كويس هنلخبطهم وهتبقى حاجه كويسه. كابتن بلاك. لا في الاول مرحله جس النبض بعد كده هتنبني عليها مين هيبقى له الغلبه في الاستكشاف يعني. اتمنى الاهلي ان شاء الله بعد اول 10 دقائق يبتدي بإذن يعني بإذن ان شاء الله يضغط ويبقى له مكان باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. انتظرونا.